الأهلي يحقق فوزا سهلا على إنبي بهدفين ويواصل تقدمه نحو لقب الدوري. بعد أكتر من شهر غياب عاد النادي الأهلي لمبارياته في الدوري الممتاز بفوز سهل على إنبي. غاب الأهلي عن الدوري وبقى في القمة وعاد ليبتعد أكثر عن القمة. لعب كولر بمعظم الأساسيين وجرب المبعدين خلال الفترة الماضية. هي خسارة وحيدة للأهلي في هذه المباراة وهي خروج علي لطفي مصابا. عموما الأهلي ضمن بشكل كبير لقب الدوري وبكل تأكيد تركيزه الأكبر الآن على الأميرة الأفريقية. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. اليوم حقق النادي الأهلي فوزا سهلا ومنطقيا على إنبي بهدفين دون رد. كان النادي الأهلي الأفضل طوال المباراة، استحوذ طولا وعرضا على اللعب، استحوذ على الكرة. الأهداف أمام حضراتكم: محمد شريف سجل الهدف الأول في الدقيقة 29، ثم أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 35. هدفين بصراحة يسأل عنهم حارس مرمى إنبي في جزء كبير، بصراحة في جزء كبير الأهلي النهاردة تفوق. يعني تحس إنه الأهلي النهاردة بيلعب بثقة الكبير، اللي هو أنا جاي من بطولة أفريقيا، أنا اللي في الفاينل دوري أبطال أفريقيا، أنا أقدر أجي الدوري وأشتغل وألعب وأكسب وبسهولة. النهاردة كامل الاحترام طبعا لإنبي، ولكن النادي الأهلي لم يترك الكرة إلا في لحظات بسيطة جدا لإنبي عشان يتناقلوها، فقط يتناقلوها دون أي خطورة على مرمى علي لطفي اللي خرج النهاردة مصاب، وهكلمكم على إصابة علي لطفي، ونزل بدلا منه مصطفى شوبير، ولا أي تأثير حتى على مصطفى شوبير في الفترة اللي لعبها. والأهلي استحوذ على الكرة كثيرا اليوم، والأهلي بقى عنده طريقة لو حضراتكم بتاخدوا بالكم منها، انه بيستحوذ كثيرا على الكوره، انه بيحاول يمسك الكوره كتير، بيحاول يلعب، بيحاول يباصي، بيحاول ما يجريش ورا الكوره، ما يجريش ورا المنافس، ما يستقبلش اللعب. لا، انا الكوره في رجليا وانا بشتغل بدنيا بشكل كده في راحه اكتر للاعبين، ما بيجروش كتير، ما بيتعبوش كتير. عشان كده بقول لك النهارده الاهلي بين قوسين، يعني وان كنت ما بحبش اقول الجمله دي، ولكن هو فعلا باقل مجهود قدر يكسب النهارده إنبي بهدفين دون رد. استسلام كان واضح جدا لإنبي. وبصراحه انا كنت مراقب الاهلي النهارده، كنت مراقبه، وقلت قبل المباراه او توقعت، والتوقع طلع غلط، قلت النادي الاهلي النهارده ممكن ما يعملش مباراه كبيره قدام إنبي، ممكن يبقى في نتيجه سلبيه، ممكن ما يقدرش يكسب، تركيزه كامل على بطوله افريقيا، ادى بشكل كويس المباريات الماضيه في دوري ابطال افريقيا، مستني الفاينل، فالتركيز في الفاينل والمجهود الكبير اللي عمله في البطوله في المباريات الماضيه ممكن يخلوه في الدوري، وهو كمان ده راجل ساب الدوري من شهر وشويه متصدر، رجع لنفسه متصدر برده، ما حدش عارف يوصل له يعني رغم كل المعجلات بتاعه النادي الاهلي. فقلت هيبقى في استهتار ما يعني، لا، الاهلي لعب بجديه كبيره جدا تحديدا في الشوط الاول، ضمن الفوز، ضمن الهدفين، وبعد كده الاداء كان فيه فقط تناقل للكره. ده بالنسبة لهذه المواجهة، مواجهة الأهلي وإنبي. أما المواجهة الأخرى كانت مواجهة جمعت البنك الأهلي مع أسوان، والبنك الأهلي النهاردة قدر يفوز على أسوان 2-1. هدف أول لمحمد حمدي زكي في الدقيقة 51 لأسوان، ده كان هدف التقدم، وبعد كده كريم بامبو سجل
اول اهداف البنك الاهلي في الدقيقه 66، واضاف محمد هلال الهدف الثاني وهدف الفوز للبنك الاهلي في الدقيقه 77 من ركله جزاء. الهدف امام حضراتكم، فوز كان محتاجه جدا البنك الاهلي، جدا جدا فوز نطته كده ايه، نطه حلوه في الصراع الصعب جدا في منطقه الهبوط، صعب جدا. اسوان اموره جيده في جدول الدوري، لكن البنك الاهلي هو اللي بيعاني معاناه كبيره هذا الموسم، فالفوز ده كان مهم جدا للبنك الاهلي. طيب هكمل معاكم مباريات اليوم في الدوري، كان في مباراه مثيره جدا في نتيجتها في النهايه، ولكن قبل ما اروح او اكمل مباريات الدوري الممتاز، امبارح فريق الكره الطائره في نادي الزمالك سيدات عمل انجاز عظيم جدا كبير جدا، لاول مره بطلات لبطوله افريقيا للانديه، لاول مره في التاريخ، انجاز كبير جدا وانجاز رائع جدا، وفوز كان مستحق جدا على فريق الانابيب الكيني امبارح في المباراه النهائيه. وقبل ما يركب الطائره وقبل ما يسافر او يعود الى القاهره مباشره من تونس، معنا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن احمد فتحي المدير الفني لطائره الزمالك سيدات. يا كابتن احمد مساء الخير والف مليون مبروك. مساء الخير يا كابتن كريم، الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك والله. انا مش قبل ما اركب الطياره، انا في الطياره خلاص الطياره بتتحرك. انت دلوقتي بتتحرك خلاص؟ لا نلحق بسرعه، نلحق قبل ما تطير، قبل ما تطير الطياره. الانجاز عظيم جدا يا كابتن احمد، وجماهير الزمالك النهارده حتى على السوشيال ميديا ومن امبارح سعاده غامره والكل مبسوط بسبب انتصار غالي جدا لنادي الزمالك، انتصار في كل الاحوال هو يشرف الرياضه المصريه بشكل عام. والله الحمد لله، طبعا انا بشكرك جدا وبشكر كل جماهير نادي الزمالك فعلا اللي حسسونا طول البطوله ان هم معانا وظهرنا ويدعموا الفريق، والواحد حاسس فعلا ان هو يعني فخور ان هو قدر يسعد القطاع ده كله، وان الناس كلها فعالات بعد المباراه، يعني انجاز فعلا كبير بالنسبه لنا نادي الزمالك للفريق، لانه اول سنه نشارك في بطوله افريقيا بصراحه، فكانت بطوله قويه جدا، يعني في 6 فرق تقريبا من المنافسين، فبحمد ربنا وبشكره والله على الاداء قبل النتيجه كمان الحمد لله. وانتم مسافرين كنت مطمن او عارف انه الزمالك او الفرق اللي معاك تقدر تفوز بالبطوله، ولا انت كنت قلقان بما انها المشاركه الاولى؟ والله يعني انا مش هخبى عليك، كان في قلق طبعا كبير، بس الحمد لله الفريق نادي الزمالك في نهايه كاس مصر بعد ما لعبنا الدوري والكاس كانوا وصلوا فورمه كبيره جدا من التجانس، لان انت عارف ان كان عندنا عناصر من كذا نادي يعني ضموا نادي الزمالك، فالاداء في نهايه الكاس الحمد لله كان اداء كويس قوي مع النادي الاهلي، وكسبنا بشكل كويس بنتيجه كويسه وبسكور كويس، فكان الواحد مطمن الحمد لله. واحنا عندنا برضو 4 لعيبه موجودين عندهم خبرات كبيره في افريقيا وكانوا بيلعبوا قبل كده سواء في المنتخب او الانديه يعني، ويعني كنت متوقع الحمد لله ان احنا ممكن نوصل نهائي. مشاركه مهمه ان شاء الله في كاس العالم للانديه في الهند، طموحاتك في هذه البطوله باذن الله؟ والله طبعا الفريق بجد كل يوم بيثبت ان هو طموحاته ملهاش حدود، يعني بعد فوز بطوله افريقيا دي لاول مره في تاريخ النادي، وتفاعل الناس كلها معانا والناس كلها مبسوطه، انا حتى في تونس بصراحه كل الفرق المشاركه امبارح بعد المباراه سواء فريق تونس اللي خد المركز الثالث قرطاج او فريق الجزائر الرابع وفرق الكاميرون بجد كانوا واقفين يشجعوا فريق الفرق وهم بيلعبوا قدام كينيا، فكانت حاجه بجد واحد سعيد يعني كان سعيد ان الاداء بتاع اللعيبه هناك طول البطوله ال7 ماتشات اللي لعبناهم، يعني اكبر الناس كلها تحترم الفريق وتقدره وتبقى واقفه في ظهره وتتمنى له الفوز يعني، فانا ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ننزل طبعا هنبدا يعني نستعد بعد البطوله في شهر 9 نبدا نعمل ان شاء الله الخطه بتاعتها، وهتبقى قبل بدايه الدوري، ونتمنى يا رب نقدر يعني نسعد الناس ونشرفهم، ويبقى اول فريق مصري بيشارك بطوله العالم للانديه للسيدات، لان ده ما حصلش قبل كده. بالتوفيق يا كابتن احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا وتوصلوا بالسلامه ان شاء الله، والف مليون مبروك كابتن احمد فتحي المدير الفني لطائره الزمالك سيدات من على الطائره اثناء او يعني استعدادا للعودة إلى القاهرة إن شاء الله بعد إنجاز الفوز ببطولة أفريقيا للأندية. برافو برافو، أي فريق مصري شرفنا في بطولات أفريقية يبقى مليون برافو كمان، والفريق ده تحديدا عامل إنجازات استثنائية، إنجازات استثنائية في وقت قصير جدا فريق كرة الطائرة سيدات في نادي الزمالك. نكمل مباريات الدوري المصري الممتاز النهاردة، مباراة كانت رايحة للتعادل، فاركو وسموحة تعادل سلبي، والفرص في بالمناسبه في المباراه دي كانت فرص شحيحه، ولكن اللاعب الدولي
المصري محمود حماده. انتوا عارفين محمود حماده خلاص بقى عنصر اساسي في تشكيله روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قدر يسجل الهدف الرائع اللي حضراتكم شايفينه ده في الدقيقه الخامسه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الدقيقه 95. هدف قاتل جدا، قاتل جدا بصراحه. فاركو بيشتغل كويس بقاله فتره طويله، وبصراحه اكتر فاركو ابتدى يشتغل كويس منذ تواجد الكابتن طارق العشري مديرا فنيا للفريق. راجل له اسلوبه، راجل له خبراته، راجل بيعرف ازاي يكسب، راجل على الاقل بيعرف ازاي ما يخسرش. وبالمناسبه يعني بالمناسبه اللي بيتابع مباراه فاركو الماضيه، فالكابتن طارق العشري في هذه المباراه يثبت للي ما كانش واخد باله ان هو راجل مدرب هجومي ايضا، مش بس مدرب دفاعي، اديله العناصر اللي تقدر تساعد وهو يشتغل هجومي. يا كابتن طارق الف مليون مبروك، فوز غالي بالتاكيد النهارده. ربنا يخليك يا كريم، متشكر جدا. النهارده انا عارف الحمد لله اللحظات كانت صعبه جدا، اللحظه الاخيره بس حلاوتها برضو بتبقى حلاوتها كبيره جدا. مفيش شك، ثلاث نقاط مهمين جدا 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 نقلوك للتنافس على المركز الخامس مع المقاولين والمصري والاتحاد. الولاد صراحه يعني ارتقوا يعني صراحه سريعا تكتيكيا، استجابوا بشكل كبير جدا، ونقله كبيره جدا في الجدول الحمد لله. يعني الكل يعلم كان فاركو فين، والنهارده بقى بيحتل المركز اهو الحمد لله رب العالمين السادس. عندنا مباريات متبقيه ان شاء الله نحسن مركزنا كمان، وده يمكن الطموح اللي انا بحب العب فيه، ونقلته للاولاد ونقلته مجلس الاداره، وبشكرهم صراحه عز وجون كابتن عاطف صراحه يعني ساندوني بشكل كبير جدا جدا. الاولاد تعبوا معايا، وانا قلت لهم يعني المباريات المتبقيه دي خلاص دخلنا الامان، هي وقت الحصاد لتحسين المركز، وقريبين جدا ان احنا نتنافس على المركز الخامس، متواجدين بشكل كبير جدا في المنطقه دي. لكن كل نقطه بتمثل لنا اهميه كبيره جدا. الحمد لله الولاد صراحه بيستجيبوا حتى على الصعيد الهويه والشخصيه، وده يمكن الاماكن او الاتموسفير اللي انا بحب اتعامل فيه دايما. الفرقه بتاعتي دايما تبقى في الاماكن التنافسيه مش فقط الشرفيه اللي تتواجد في اول منطقه الدافئه. فانا بحمد ربنا وشد على ايديهم، مبروك مباراه مهمه جدا مع اسمها. الحمد لله ربنا كرمنا زي ما انت قلت في الثواني الاخيره، ثلاث نقاط مهمين جدا ربنا وفقنا فيهم، ان شاء الله نبني عليهم بشكل كويس جدا في المستقبل. السيناريو بيتكرر، سيناريو الموسم الماضي يا كابتن طارق عشان ما بنساش، بس مع طلائع الجيش انت استلمت برضو الفريق طلائع الجيش الموسم الماضي في موقف متأزم جدا، وانهيت الدوري في المركز الرابع. الان برضو استلمت فاركو في مركز متأزم جدا في جدول ترتيب الدوري، وتتقدم نحو المراكز المقدمه. المعاناه دي اللي انت عايش فيها يوم بعد يوم سنه بعد سنه دي، انت بتتعامل معاها ازاي؟ والله نشوف يا كريم، سامعني كده؟ سامعك يا كابتن طارق. شوف طبعا في الشك انا دايما بحط لنفسي طموح العب من اجله، او هدف العب من اجله. فلما صراحه انتقلت لفاركو لقيت يعني الهويه بتاعتي، مجلس اداره محترم، طموح، عنده مستقبل كويس جدا، اتموسفير جيد، لاعبين جيدين محتاجين يتنظموا، محتاجين يتحط لهم اسلوب، محتاجين يتحط لهم هدف يشتغلوا من عليه. ودي العناصر، يتعاملوا كويس من الناحيه السيكولوجيه، حاسسهم بنفسهم بشكل كويس ان هم مش اقل من الفرق الكبيره. وده يمكن انا عملت بوشنج فيه كويس جدا جدا، والولاد استجابوا، وعملنا نقله كبيره زي ما بقول لك في وقت قصير. فان شاء الله اهم حاجه النهايات، يعني الناس دايما بتعرف النهائي هتوصل فين. صحيح. وده اللي انا بحب ان انا عشان ابني عليه السنه الجايه باذن الله تعالى، وده اللي دايس عليه والولاد. فاركو الحمد لله رب العالمين ناس يعني بتحترم شخصيته وبتحترم اسلوبه، اسلوب طارق العشري معروف الحمد لله لدى الجميع. صحيح. نجح السنه اللي فاتت مع طلائع الجيش برضه في نفس يمكن السيناريو ده. وطارق انتزع المركز الرابع بعد مع فيوتشر في صراع للاخر. في سنه يعني اعتقد دي سنه استثنائيه. صحيح. الحمد لله رب العالمين حدث ولا حرج مع الحرس مع انبي، يعني ثلاث بطولات وبطوله في ليبيا. الحمد لله رب العالمين، انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله كل ما اروح مكان الحمد لله يعني بتحس فيه لمسه طارق العشري الحمد لله. بس ما حسيتش كده في سموحه يعني؟ والله خلينا نقول يعني فتره يعني الحمد لله انا قضيت فيها بكل امان. كان عندي هدف اقدر احققه مع نادي سموحه، لكن ربنا سبحانه وتعالى انت عارف هو اللي بيكتب الاقدار. صحيح. هو كاتب الكلام ده ان انا احققه مع فرقه. فانا يعني انا طبعا بشكرهم في نادي سموحه،
انا عملت اللي عليا الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله اكمل المشوار مع فاركو باذن الله تعالى، والطموح اللي بقول لك والاتموسفير اللي بحب اشتغل فيه. بالتوفيق يا كابتن طارق، والف مليون مبروك، فوز بالتاكيد كان فوز غالي جدا. الكابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو. بالمناسبه انا بقول الكلام ده دايما وبكرره، يعني انا ما رضيتش اقوله وهو معايا بس هقوله دلوقتي كمان، كابتن العشري من اهم المدربين اللي في الدوري المصري على الاقل، على الاقل اخر 10 سنوات، واحد من المدربين اللي دايما لما بيمسك فرقه بيقدر يعمل شكل، بيقدر يعمل بين قوسين انجازات اللي معاه. انا لما بقول انجاز بتكلم على فريق زي حرس الحدود، كان في وقت من الاوقات ينافس الاهلي والزمالك على البطولات سواء دوري او بطولات كاس وسوبر. لما بتتكلم على طلائع الجيش، فريق امكانياته ممكن تبقى اقل من امكانياته، بتكلم على الصرف اللاعبين، الصرف على اللاعبين من فرق كتير في الدوري، ورغم كده يقدر ينهي الدوري السنه اللي فاتت في المركز الرابع. السنه دي فاركو في معاناه كبيره جدا في بدايه الموسم، وكان من الفرق الثلاثه اللي في اخر ترتيب الجدول الدوري. الان الفريق رويدا رويدا نحو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فراجل له بصمه مع كل فريق. طيب ده كابتن طارق العشري، ومعايا عبر الهاتف الان الاستاذ حازم فتوح وكيل اعمال جونيور اجاي، عشان له قصه النهارده جونيور اجاي، وكان في بيان بخصوصه لاعب سموحه. يا كابتن حازم منور ومشرف. اهلا بيك استاذ كريم، اهلا بيك، اخبارك ايه؟ كله بخير؟ كله كويس الحمد لله. جونيور اجاي كان له بيان اليوم، يعني زي ما بنقول كده مثلا مبين زعل من اداره نادي سموحه عشان الاصابه بتاعته، وانه محتاج يعمل عمليه اخرى، فلو حضرتك تشرح لنا الوضع اكتر يعني. لا البيان ما هو انذار وليس بيان، انت حضرتك بتتكلم على الانذار اللي اتقدم بيه جونيور اجاي النهارده ولا في هو الانذار الانذار هو متعلق الجانب الرئيسي فيه والشق الاهم هو الموضوع يتعلق بحاله اللاعب الصحيه. اللاعب عمل كان بيلعب مباراه وديه مع نادي سموحه استعدادا لبدايه الموسم قدام فريق قناه، وحصل اصابه عباره عن كسر مضاعف في عامه الساق، ونادي سموحه من بمعرفتهم واخوانهم عملوا له عمليه تركيب شريحه ومسامير عشان يتم يحصل التحام للعظمه، لكن بعد فتره طويله من العمليه وبعد دخول لها في محط تاهيل لقينا ان الالتحام ما تمش وبدات العظمه تطلع تاني من مكانها وتظهر من تحت، فسببت الام شديده للاعب ومضاعفات، فعملنا طبعا اتجهنا دكاتره برضو في القاهره، دكاتره كبار زي الدكتور احمد عزيز، وعرضنا الحاله عليهم وعمل تقرير بان لابد ان اللاعب كان ده الشهر اللي فات من حوالي شهر اربعه ان اللاعب لازم يعمل عمليه ثانيه بسبب ان العمليه الاولى حصل فيها مشكله خاصه من ميكروب في مكان العمليه مكان الشرايح، فلازم يحصل عمليه ثانيه ليحصل اول حاجه ان يتم التنظيف والميكروب ده ازالته ويتعمل شرايح من اول وجديد مصممين، واللاعب يعني تواصلنا بشكل ودي سواء من خلال اللعبه او خلال ما حصلش استجابه، المهم اضطرينا ان احنا نقدم انذار. وهو ليه يعني انا فاكر كنت قاعد مع الكابتن طارق العشري في بدايه الموسم وقت ما كان مديرا فنيا لسموحه، وقال لي جونيور اجاي كان من اهم اللاعبين اللي انا باني عليهم شغل كتير فني، وكان اصابته طبعاً حاجه صادمه، فانا مستني بفارغ، هو قال لي كده، انا مستني بفارغ الصبر عودته مره اخرى. هل سموحه فاهم او متفاهم فكره انه جونيور اجاي محتاجينه يرجع بسرعه عشان يشارك مع الفريق؟ طبعا الكابتن طارق العشري مدرب كبير محترم، وكان ليه رؤيه واقتناع كبير في انه اجاي يكون اضافه، وبالفعل اللاعب كان بيؤدي فتره اداء كويسه جدا مع النادي، ومش عايز اقول اسباب بس قد تكون تغيير ادارات، لكن في النهايه يعني اي حسابات شخصيه المفروض اللاعب يكون خارجها. ثاني حاجه والاهم يا استاذ كريم ان لازم يعني القائمين او مسؤولين عن النادي يعرفوا ان ده اسمه نادي سموحه المصري وده لاعب اجنبي، فمهم جدا ان نقوم بدورنا الانساني قبل ما نقول القانوني وحقوقه، لما انا بتكلم على الجانب الانساني على جانب معنوي على كلام ان ده النادي سموحه ده بيمثل النادي من الانديه المصريه. في حاجات يعني امور يعني مفروغ منها لابد ان هي يعني ما تحصل، ما فيهاش مجال التفكير اساسا ولا لو في اي حسابات فلاحد لاعب مالوش ذنب فيها. طيب انت قلتوا في الانذار انه هيتم التصعيد للفيفا لو ما فيش رد، هل في مهله معينه؟ طبعا حضرتك احنا العمليه المفروض تتعمل باسرع، انا بقول لحضرتك من شهر اربعه والدكتور احمد موسى تقريره العمليه تتعمل، تخيل احنا في شهر في نهايه شهر خمسه داخلين على شهر سته، فالعمليه المفروض تتعمل امبارح قبل ما اكون بكره.
لما يديهمونا 3 أيام بشكل عاجل، ولسه ما نعرفش ايه الاضرار اللي الدكتور بنفسه ده. يعني احنا رحنا اكتر من دكتور، مش دكتور احمد عبيد بس، يعني عشان يكون القرار نهائي وحاسم، فكلهم اجمعوا على ذلك. لكن الضرر من اللي حصل سواء من الميكروب التراس اللي حصل في العمليه او فيما بتاخرها، الدكتور نفسه قال ما اقدرش اجزم بالضرر 100% الا ما يتم الفتح الشفايين. تعرف حضرتك ده عظم وفي ميكروب، فمش هنقدر نعرف ايه الضرر الواقع على اللاعب الا لما يتم العمليه. هل بيعاني من الاف العظمه بالفعل ظاهريا طلعت من مكانها وظاهره من تحت الجلد؟ صحيح. يعني حاليا في الوضع اللي انا بكلم حضرتك فيه حاليا. صحيح. طيب استاذ حازم، هستغل وجودك معايا واسالك على يوسف اوباما، اطمنا عليه واطمنا كمان على مستقبله باذن الله في الموسم القادم. يوسف اوباما اموره كويسه، وان شاء الله خلال اسبوع هيتحسن الامور يعني، ويشوف القرار النهائي في القصه مع نادي الحزم ان شاء الله في الهدف. يعني هو مكمل مع الحزم ولا هيرجع مصر؟ ما هو بقول لحضرتك الاسبوع ده هيتم الحسم، يعني النادي مستني بس يخلص مباريات، باقي له مباراه غير مباراه النهارده. وفي اجتماع مع المدرب وتقرير المدرب، يعني امور فيها مراحل اجراءات بتتم، يعني مش بتخش الا بعد نهايه اخر مباراه في الدوري ان شاء الله. ان شاء الله. طيب الموضوع. بالنسبه لي ايمن اشرف، والحديث دائما وفي التقارير كثيره انه في مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك، هل هذا الحديث صحيح ام خاطئ؟ لا 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 غير صحيح. احنا ايمن كان يعني شغلنا كله متوجه خارج مصر، وموضوع ايمن ان شاء الله نهايه الموسم نتكلم فيه باستفاضه. يعني انا متفقين انا واللاعب ما كانتش في رساله، لكن انا شغلنا كله متوجه خارج مصر. لا دي معلومه كافيه يعني، انا متفاهم. يعني والطبيعي انك ما تتكلمش عن حاجه اللي تخص ايمن اشرف، هو الموسم بتاع الاهلي لسه شغال، بس بالزبط. انت دلوقتي وضحت توضيح مهم ان انت شغال لايمن اشرف خارج مصر فقط، ما فيش في مصر خالص. تمام. ده ينطبق على رامي ربيعه برضو؟ بالظبط يا فندم. رامي ربيعه خارج مصر برضو مش في مصر؟ بالظبط بالظبط، الاثنين زي بعض. وان شاء الله خير، يعني انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل في نهايه الموسم باذن الله. بالتاكيد. استاذ حازم فتوح، وكيل اعمال جونيور اجايه وعدد كبير من اللاعبين المصريين، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب، توضيحات مهمه في فيما يخص جونيور اجايه وموقفه مع سموحه، وبصراحه الوم على اداره سموحه انه لاعب يبقى مصاب وما يسالوش عنه، ما يشوفوش علاجه، ما يحاولوش وراه، ولاعب اجنبي ولاعب له صولات وجولات في الكره المصريه طبعا مع النادي الاهلي، فالموقف كله الوم فيه طبعا طبعا اداره سموحه قولا واحدا. يعني بالمناسبه يعني هو اداره سموحه، انا ما سمعتش ردهم في هذا الامر، بس هو لاعب مصاب ببساطه، يعني هي ما فيهاش اي حاجه. لاعب مصاب يتعالج بقى، وبعد ما يتعالج مثلا كان الراجل ما اصل هيبقى عمل ايه مشكله؟ يعني ممكن تتخيل جونيور اجايه عمل ايه مشكله وهو مصاب مثلا، راجل مصاب ولسه في اصابه في رجله، يتعالج يا جماعه بسيطه يعني. ادام انت بتجيب لاعب محترف، انت لاعب محترف او مش لاعب محترف، انت متكفل بعلاج اللعيب بتاعك للنهايه يعني للنهايه. واتكلم اهو كمان زمايلي بيقولوا لي ان هم كانوا اتكلموا مع المهندس فرج عامر، والمهندس فرج عامر قال لهم انه المجلس السابق هو اللي يتحمل مصاريف علاج جونيور اجايه مش المجلس الحالي، وبرده ده كلام مش منطقي بالمناسبه يعني. دي جزئيه. اتكلم ايضا كمان استاذ حازم فتوح وكيل اللاعبين عن موقف ايمن اشرف، كلام كتير عن مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك انه ينتقل للزمالك الموسم القادم، هو نفى هذا الامر جمله وتفصيلا وقال ان كل العروض او كل الشغل اللي بيشتغله لايمن اشرف هو خارج مصر مش في مصر خالص. وقال نفس الامر بالنسبه لرامي ربيعه، هو لو رامي ربيعه هيمشي فهيمشي خارج مصر مش هيبقى في مصر. لما سالته على يوسف اوباما قال انه نادي الحزم هو اللي هيحسم موقفه من استمرار اللاعب او رحيله بنهايه الاسبوع القادم، هيشوف بعد كده هيقدروا يعملوا ايه بالنسبه ليوسف اوباما، هل يعود لنادي الزمالك ام يستمر في السعوديه. ده بالنسبه للاسماء اللي احنا قلناها. طيب، انا قلت لكم من بعد مباراه العوده، من بعد مباراه العوده امام الترجي، النادي الاهلي لما لعب مباراه العوده امام الترجي في القاهره في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، قلت لكم ان الاهلي في مباراه الذهاب، في مباراه الذهاب ان شاء الله في نهائي دوري ابطال افريقيا هيطلب سعه الاستاد بالكامل، استاد القاهره. والاهلي فعلا طلب انه الاستاد يكون ممتلئ عن اخره، سعه الاستاد بالكامل في مباراه الوداد القادمه في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الاحد باذن الله 4 يونيو. وده عشان يبقى في دعم جماهيري بحسب النادي الاهلي، يعني انه يبقى في دعم جماهيري كبير في المباراه النهائيه، وباذن الله جمهور النادي الاهلي يكون حاضر بقوه في هذه المواجهه. بالمناسبه المباراه هتقام في 9 مساء. كاف النهارده اعلن الميعاد الرسمي لهذه المباراه، مباراه الذهاب بين الاهلي والوداد بتوقيت القاهره في القاهره هتبقى 9
مساء مش 10 مساء. ده الميعاد. في نفس الإطار، إطار هذه المواجهة، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النهاردة أعلن عن حكم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد. تعالوا أقول لكم طاقم التحكيم بالكامل لهذه المواجهة اللي هتكون بقيادة ليبية، حكم ساحة ليبي. تعالوا نشوف. يلا يا جماعة، حكم الساحة هيبقى الليبي معتز إبراهيم، مساعد أول الليبي عطية محمد، مساعد ثاني التونسي خليل حساني، وحكم رابع تشادي الحاجي محمد، وحكم تقنية الفيديو التونسي هيثم كيرات، وحكم فيديو مساعد طبعا الجزائري الشهير مصطفى غربال، وحكم فيديو مساعد الكاميرونية كارين فومو إيزنبونج، دي هتبقى عنصر نسائي. طيب تعرفوا بقى أكتر عن الحكم، تعالوا أقول لكم معتز إبراهيم حكايته إيه، حكم هذه المواجهة. يلا بينا. الحكم الليبي يبلغ من العمر 33 عاما، حكم صغير السن، وأدار هذا الموسم 7 مباريات على المستوى الأفريقي، أشهر خلالها 22 بطاقة صفراء ولم يشهر أي بطاقة حمراء. حلو. الحكم الليبي أدار مباراة واحدة للأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، وهي مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي في دور الثمانية، واحتسب ركلة جزاء للفريق المغربي في المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي. كما أدار معتز إبراهيم مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد في الجولة الخامسة من دور المجموعات، والتي شهدت أيضا خسارة الزمالك بهدفين دون مقابل ليودع البطولة. أما على مستوى الكونفدرالية فقاد الحكم الليبي مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في القاهرة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. ده حكاية الحكم الليبي وحكايته مع الفرق المصرية. طيب، نادي ترابزون سبور التركي دلوقتي بيراقب بيرستاو، بيبص عليه، بيشوف إمكانية ضمه للفريق الموسم القادم، بيتابع أرقامه، ده خبر خاص للرقم 10. ليه بيبص على بيرستاو؟ ليه بيراقب بيرستاو؟ ده استعدادا إنه ممكن بيرستاو يكون بديل لرحيل محمود حسن تريزيجيه عن فريق ترابزون التركي، عشان الكلام اللي طالع في الفترة الحالية، أو مش بس كلام، هي مفاوضات فعلية مع نادي ترابزون من عدد من الأندية السعودية لضم تريزيجيه الموسم القادم. فوارد جدا أن تريزيجيه يرحل عن فريق ترابزون التركي بنهاية الموسم الحالي، وقد يكون بيرستاو هو البديل لمحمود تريزيجيه في النادي التركي إذا وافق النادي الأهلي طبعا على العرض التركي على نادي ترابزون، لو أرسل عرض رسمي للنادي الأهلي. طيب، خبر آخر، مصدر في اتحاد الكرة المصري قال لنا ان النادي الاهلي يوم الحد الجاي هينهي تماما الخصومة الخاصة بلجنة الانضباط. والتعارفين الاهلي كان راح لمحكمة بدنية، محكمة القضاء الاداري، عشان يطلب بطلان لجنة الانضباط وتشكيلها. فالنادي الاهلي النهاردة زي ما حضراتكم عارفين برضو تنازل عن هذه القضية، وبالتالي لجنة التظلمات هتجتمع يوم الاربعاء القادم على اقصى تقدير عشان تناقش العقوبة بتاعت كهرباء والاستئناف في عقوبة كهرباء. العقوبة بتاعت كهرباء لو تفتكروا كانت 12 مباراة. بحسب معلوماتنا إن الأقرب هيبقى تخفيف عقوبة كهرباء عشان تكون من 4 إلى 6 مباريات بالكتير. من 4 لـ6 مباريات بالكتير. يعني يوم الأربعاء بالكتير، يوم الأربعاء القادم هتجتمع لجنة الانضباط وهتتخذ قرارها بتخفيض عقوبة كهرباء طبقا لاستئناف النادي الأهلي من 4 لـ6 مباريات. ده الوضع بالنسبة لكهرباء. طيب، اتحاد الكرة كمان استقر على اعتماد ترتيب الدور الأول لجدول الدوري لاختيار الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية. ايه الكلام ده؟ بتتكلم جد؟ مش قلنا خلصنا الحكاية ديت؟ هحكي لك الحكاية. دلوقتي الكاف عايز مننا، الاتحاد الافريقي عايز مننا اخر شهر 6 الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه، دوري الابطال والكونفدراليه، يديني فرقتين هنا واديني فرقتين هنا. طيب احنا هنخلص الدوري بتاعنا امتى؟ اواخر شهر 7. هم عايزين الفرق امتى؟ اواخر شهر 6. الكاف عايز اواخر شهر 6. طيب افرض الكاف، احنا هنقدم له التماس، هنقول له اصبر علينا شهر كمان لحد ما نخلص الدوري. افرض الكاف رفض الالتماس ده وقال لك لا انا اسف، أنا عايز آخر شهر 6 تكون محدد لي الأربع فرق. هتعمل إيه؟ هنروح باصين بقى
للترتيب بتاع الدور الاول طبقا للائحه الدوري المصري. طبقا للائحه الدوري المصري يعني لو اتاخرنا في انهاء الدوري والكاف طلب مننا اسماء الفرق المشاركه في البطولات الافريقيه بنلجا لترتيب الدور الاول. طيب ترتيب الدور الاول ايه حكايته؟ ترتيب الدور الاول الاهلي وبيراميدز اول وتاني هيشاركوا في دوري ابطال افريقيا. تمام؟ الزمالك وفيوتشر ثالث ورابع هيشاركوا في الكونفدراليه الافريقيه. ده الوضع. لو الكاف رفض التماسنا ان احنا ناجل ارسال الانديه المشاركه الى ما بعد انتهاء الدوري. ساعتها هنضطر قبل اخر سته نكون باعتين الاربع فرق اللي قلت لك عليهم دول. اهلي بيراميدز دوري الابطال، زمالك فيوتشر، كونفدراليه. ببساطه شديده. ونفسي الامور دي تمشي بهدوء، ما يبقاش فيها ازمه باذن الله، يعني باذن الله عشان احنا طول الوقت متلخبطين فالدنيا تعدي بس. طيب نكمل اخبارنا. كارلوس اوسوريو مدير الفني لنادي الزمالك ما بين كثير من الانتقادات وكثير من ضروره الصبر، اللي انا من انصار الحته دي بالمناسبه. تمام؟ وان كان الراي ده له منطقه والرأي ده له منطقه الآخر السليم أيضا، بس الحكاية إيه؟ الحكاية إن أوسوريو حتى هذه اللحظة موقفه متأزم في نادي الزمالك، متأزم جدا لدرجة إنه لو خسر مباراة أو تعثر في مباراة جديدة غالبا سيكون نهاية مشواره المبكر جدا مع نادي الزمالك. ليه؟ الحكاية فين؟ هقول لك أنا الحكاية. كثير من الآراء داخل إدارة الزمالك، داخل لجنة الكرة في نادي الزمالك تقول لك إنه ما لحقش. الراجل ما لحقش يقعد، الراجل ما لحقش يشتغل، الراجل ما لحقش يجتهد. بس في نفس الوقت الآراء دي بتقول إيه؟ بس ده لو كمل بالمنظر ده هنروح للأسوأ والأسوأ والأسوأ، فهي مش مستاهلة مخاطرة أكبر، الوضع أصلا فنيا أو على مستوى النتائج متأزم. فالحكاية إيه؟ إنه أوسوريو عنده مباراة كمان، خليك معايا، عنده مباراة كمان، في فرصة ليه لمباراة كمان، خسرها غالبا مش هيكمل. دي الحكاية ببساطة شديدة بالنسبة لمدرب الزمالك أوسوريو. امبارح كابتن جهاد جريشه كتب بوست على الفيسبوك ابدى فيه كثير من الغضب. الحكايه وهفهمها منه اكتر بعد لحظات انه في زي كورس كده بيتعمل للحكام الدوليين، بعد انتهاء الكورس دوت بتبقى بعديه محاضر دولي، فلازم تاخد الكورس ده عشان تبقى محاضر دولي. ده حسب فهمه او حسب ما فهمت البوست. هفهم من الكابتن جهاد جريشه الان خبيرنا التحكيمي الكبير. يا كابتن جهاد منور. كريم مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. مساء الفل. انا الاول بس عايز افهم الحكايه عشان ما فهمتهاش بصراحه من البوست، وتفهمها كمان للساده المشاهدين سبب غضبك الشديد اللي كان باين امبارح. بص يا كريم، بمنتهى البساطه انا الكورس ده انا عارف بيه من ثلاث شهور او اربع شهور. وبالتالي عملت ميل لفيفا ريفرينج اللي انا متعامل معاهم على طول، لجنه حكام الاتحاد الدولي. فقلت لهم انا جهاد جريشه اللي شاركت في كاس العالم وبعت السي في بتاعي عشان افكرهم بيا، وانا مهتم ان ابقى موجود في كورس الفيفا الفطور اللي موجود في شهر 6. ما كانش لسه اتحدد المكان بتاعه. يعني كان موجود فطور في شهر 6 بس مش عارف هيروح فين. هو بالصدفه البحته جه مصر. بعت انا ده، وبعد ما بعت الناس ردت عليا ان احنا انت حكم، كنت حكم كبير بعد ما تشوف السي في بتاعي وهنستفيد منك عشان ممكن تتعلم الحكام الصغيرين وان شاء الله تبقى موجود في الكورس. تمام. اوتوماتيك رحت محول الدفه للاستاذ جمال علام على الواتس بتاعه، بعت له درست الاتحاد المصري لكره القدم، قلت له يا استاذ جمال انا عملت تواصل مع الاتحاد الدولي حصل كذا كذا كذا، وبعدين اتمنى لما يجي حاجه زي كده حضرتك تدعمني كاتحاد مصر. الراجل مشكور قال لي طبعا يا كابتن ومعاك ومش مشكله، ده على الواتس رساله ورد عليها الراجل بمنتهى الاحترام. تمام. خلاص كان ده من ثلاث شهور. تمام. وجيت امبارح ان زمايلي طبعا معايا حكام كاس عالم 2018 ومنهم ناس في الطاقم بتاعي ومنهم ناس بره الطاقم بتاعي، ناس زمايلي. فجالهم اللي طبعا متواصلين مع بعض طول الوقت، فجالهم الميل من الاتحاد الدولي
بالمشاركه واسامي المشاركين وبعتوا لي. جريشن تيسك مش موجود في الـ في الـ في المعسكر. طبعا انا جاني جنوني زي اسم ده الراجل مأكد عليا في الاتحاد الدولي ان انا جاي وموجود والقصه دي كلها. فشفت الاسامي لقيت من مصر موجود احمد ابو العلا ومحمد ابو قاطر واحد تكنيكال لان انا شغلي تكنيكال، محمد ابو قاطر موجود كمحاضر بدني. تمام. فروحت متواصل راجع للراجل تاني بتاع الاتحاد الدولي معايا التليفون بتاعه، فبعت له رساله بمنتهى البساطه قلت له انا دلوقتي حضرتك قلت لي ان انا موجود في المعسكر، ايه اللي حصل عشان مش موجود في المعسكر؟ قال لي انا كاتحاد دولي او اتحاد افريقي معاك وسبورت ليك، لكن الاتحاد بلدك هو اللي ما دعمكش. وبعت لي الرسالتين اللي انا نشرتهم على 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 الفيسبوك بتاعي ان هو تواصل مع حد من لجنه الحكام عندنا في مصر. فجريشه ما يجيش ليه او ما يجيش موجود معانا ليه؟ فهو الراجل رد عليه اللي موجود في الاتحاد المصري في لجنه الحكام عشان بس ما نظلمش الاتحاد، في لجنه الحكام رد عليه قال له لا جريشه بيشتغل في التلفزيون كمحلل وجريشه مش موجود معانا كراجل شغال في لجنه الحكام المصريه، وبالتالي هو مش مؤهل ان يروح المعسكر ده. في كلام كله يعني معلش يعني مع احترامي اللي قاله ما يعرفش يعني مع دي مش معايير خالص ممكن تمنعني من معسكر فيفا. ما كنت ده انا كنت لسه هسالك، هو معنى ان انت بتحلل تحكيم ده ما يخلكش تبقى محاضر في الفيفا؟ ما انا اعتقد ده احنا عندنا ده كل المحللين الحكام اللي في مصر محاضرين في الفيفا يعني عادي. ما لا 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 انا اقول لك حاجه ثانيه كمان، الكابتن جمال الشريف هو بيحلل في بين سبورت راح معسكر الفيفا وبقى محاضر في الفيفا وهو بيحلل في بين سبورت. حاجه ثانيه ان مش كل الناس اللي رايحه 52 واحد مشارك في المعسكر من افريقيا مش كل الناس اللي رايحه شغالين في التحكيم في بلادهم. انت قلت سببين مش موجودين اساسا. فسببين يعني طبعا ده لما تصدر الرد ده للمسؤول عن المعسكر او مسؤول عن الكورس ده في الفيفا فمعناها ان اتحادك ما بيدعمكش مش سبورت ليك، وبالتالي ده كان سبب الاستبعاد. جمال علام مشكورا كلمني والدكتور ايهاب القومي مشكورا كلمني، فالاستاذ الدكتور الاستاذ جمال قال لي انت ما انت يا كابتن جاد اسمك ما اتبعتش واتشال، انت اصلا اسمك ما جالناش. قلت له يا استاذ جمال ما هو القصه اتشال قبل ما يجي لك. الحوار ده حصل قبل ما الاسامي تنزل والميل يتبعت من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري. وبالتالي يا استاذ جمال اللي اتدخل ده اتدخل من لجنه الحكام المصريه هدفه الوحيد ان انا يتم استبعادي ويخش هو مكاني. ده بمنتهى البساطه يعني. فقلت له يا استاذ جمال انا ليا حق عند حضرتك. يعني ثواني بس قبل ما تكملي الاتحاد المصري لكره القدم فانا عايز حقي اكثر ولا اقل من كده. دكتور ايهاب مشكورا قومي قال لي يا كابتن ليك حق والاستاذ جمال قال لي ليك حق والناس بصراحه كلامه معايا بمنتهى الاحترام انا ما اقدرش انكر ده. وكلمت الباشمهندس انا وريد عرفته يا باشمهندس ما ينفعش حضرتك تبقى موجود في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وما اخدش حقي. برضه تواصلت مع الراجل فالكلام او الوعد اللي اتقال ان شاء الله هنبعت اسمك ملحق للموضوع في مصر وفي ناس ثانيه كمان ممكن نبعت اساميهم معاك يبقى في واحد واثنين وثلاثه واربعه. عايز اضيف حاجه يا كريم بس اللي مزعلني في الموضوع كمان ان احمد ابو العلا اللي اسمه رايح ده اساسا محاضر في الاتحاد الدولي يعني الكورس ده خده قبل كده، فانت رايح تاني عشان تمنع فرصه عن مصر يزيد بقى محاضر واحد دولي كمان، فده شيء غير مقبول يعني. ده اللي برضه قلته للاستاذ جمال يعني ده معناها ان انت بتمنع كمان واحد يضاف كمحاضر اتحاد دولي في مصر. ايوه طب انا ايه يا كابتن جهاد بس افهم بس هو انا ايه اللي خليني اروح اخد الكورس ده تاني وانا خدته قبل كده؟ الاستفاده ان جهاد ما يروحش او ما يطلعش كادر تاني يبقى موجود من مصر. وده غير مقبول يا كريم. انا بكلمك بمنتهى الامانه غير مقبول. وبعدين عشان تكون عارف برضو عشان برضو اوضح للناس الكادر ده عشان تاخد الكورس ده عشان تبقى محاضر ده بيدخلك بعد كده انت لو جيت لجنه حكام في الكاف او اي ترشيح في اي حاجه لازم تبقى محاضر اساسا في اتحاد دولي عشان يتم ترشيحك. فتترشح ليه؟ لا نقضي عليك من الاول وما تبقاش موجود كمحاضر عشان ما ينفعش اسمك ينطرح في اي حاجه بعد كده. ليه بقى؟ ده الاساس. ما هو ده الاساس في الموضوع. ليه؟ ان الناس اللي موجوده في الكاف مش عايزه حد تاني يبقى موجود زيهم في الكاف او يبقى وقت من الاوقات مرشح يبقى موجود في الكاف. فممنعك تبقى محاضر دولي من الاساس عشان ما تبقاش اسمك يطرح تبقى موجود معانا في الكاف او تنافسنا على الكرسي اللي احنا قاعدين عليه في الكاف. ده الكاف انت حضرتك كابتن جهاد بتقول لي الكاف واضح. كابتن جهاد بس عشان اسمع انت بتقول لي الكاف صح الاتحاد الافريقي انا سامع صح؟ ما طب مين عندنا من مصر في الكاف؟ كابتن عصام عبد الفتاح موجود من مصر في الكاف. فانت بتقول لي ان كابتن عصام هو اللي عامل كده. طبعا له دور اكيد له دور. انا في الاخر انا بكلمك والله انا بتكلم عن اللي عمل الكلام ده واحد في لجنه الحكام المصريه وقلت اسمه كمان محمد ابو العلا وهو اللي راح مكاني في الكورس. وبتكلم ان انت لما تاخد الرخصه دي او تبقى موجود كمحاضر زي الراجل بتاع جنوب افريقيا اللي لسه مخلص امبارح كاس عالم فيكتور جوميز راح من ثلاث شهور خد نفس الكورس ده في اسبانيا
والنهارده جاي اسمه في كورس بتاع مصر ده كمحاضر بعد 3 شهور مباشره الاتحاد الدولي يعتمد عليه. فانت انت ليه تمنع فرصه على حكم عندك راح كاس عالم وراح 5 كاس امم وراح اولمبياد ومثل مصر بصوره محترمه، ليه تمنعه يروح ياخد الفرصه دي ويبقى محاضر دولي، تزود محاضرين مصر الدوليين محاضر ويبقى موجود في الساحه معاك، ايه المشكله لما يروح وياخد الفرصه دي؟ فالموضوع من الاول للاخر يا كريم حاجه استفزتني جدا، وبالتالي انا طلعت هاجمت وطلعت اتكلمت يا جماعه ما ينفعش في مصر دوله كبيره زي مصر صح. يحصل اللي بيحصل ده. طيب كابتن جهاد، انا تحكيم وتطوير تحكيم فده ما ينفعش باي حال من الاحوال. وانت قلت ان انت حصلت على وعد انك هتبقى موجود ان شاء الله. اه والله يا استاذ جمال علام مشكورا، قال لي انا هبعت الاسامي يا كابتن والدكتور ايهاب الكومي نفس الكلام، اتمنى ان شاء الله ده يحصل، ولما يحصل اول واحد اشكرهم واشكر الاتحاد المصري بالكامل لو ما حصلش هيرجع لي حقي. ولو ما حصلش هقول ما حصلش وانا حقي اتاخد مني. هقول على فكره يا كريم انا ما عنديش مشكله، انا بتكلم احنا في دوله فيها حريه فيها ديمقراطيه، كل واحد يقول حق يقول رايه، ولما يكون لك حق طالب بيه واوصل بيه لابعد مدى فده حقك، محدش يقدر يمنعك من حقك. وحقك ده على فكره مرتبط باسم مصر صح. لان انت مثلت قبل كده مصر، ولما تبقى محاضر دولي قبل ما تقل اسم جهاد جريشه هتقل المحاضر المصري جهاد جريشه، فاسم مصر هيبقى مرتبط بيك طول الوقت صحيح. فده صحيح. مهم صحيح كابتن جهاد. طيب في جزئيه اخرى بعيد عن هذه الجزئيه، اسالك على الكابتن معتز ابراهيم الحكم الليبي اللي كلفه الكاف باداره مباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، رايك ايه في هذا الحكم؟ بص هو معتز المفارقه بقى هقولها عندك، ما حدش هيقول الكلام ده عندك، المفارقه ان الماتش ده في اثنين ولاد حكام دوليين سابقين. معتز الشلماني ابن عبد الحكيم الشلماني الحاكم الدولي الكبير اللي هو حاليا رئيس الاتحاد الليبي، والفار اللي معاه هيثم قرات ابن هشام قرات الحاكم الدولي التونسي الكبير. فبتتكلم ولاد اثنين حكام كبار هم دلوقتي حاكمين ماشيين بصوره محترمه جدا، واتمنى لهم النجاح لانهم فعلا ماشيين الاثنين سواء حكم الساحه معتز او هشام ماشيين بصوره محترمه جدا في الاتحاد الافريقي، اتمنى لهم التوفيق واتمنى ان شاء الله ينجحوا في المباراه بصوره محترمه، يدي كل فريق حقه ويخرجوا مشرفين التحكيم الافريقي والتحكيم المصري ان شاء الله العرب ان شاء الله ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. وطبعا وكالعاده للكابتن احمد ابو العلا حق الرد، وللكابتن عصام عبد الفتاح ايضا حق الرد بما ان اسماءهما ذكرت في هذه المداخله، والكابتن جهاد جريشه اتهمهم ان هم اللي ابعدوه عن هذا الكورس المؤهل للمحاضر كمحاضر في الفيفا، ولهم طبعا حق الرد في اي لحظه، وبدعوا زملائي كمان ان هم يحاولوا يتواصلوا معاهم لو يخشوا معانا يردوا على هذا الامر. وبصراحه دايما بتشغلني جمله من كلمتين اسره التحكيم، تسمعوها انتوا كتير دي قوي صح؟ يقول لك اسره التحكيم المصريه، تمشي يمين يقول لك شايف اسره التحكيم المصريه، شمال اسره التحكيم المصريه، فين الاسره دي؟ باي معايير؟ باي معايير؟ انا هنا ما بتهمش حد، لا الكابتن جهاد ولا الكابتن عصام ولا الكابتن احمد ولا الكابتن فاروق ولا الكابتن نسيه ولا كل الناس اللي بتشتغل في التحكيم، ما بتهمش حد، انا بس كميه المشاكل اللي بتيجي من جوه ومن ناس زي بيقولوا كده ناس اكابر في التحكيم المصري، ما تقولش ابدا ان احنا قدام اسره يعني. أنا آسف. طيب نكمل أخبارنا. النهارده ارتفعت أصوات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك إن يكون بديل أوسوريو، لو رحل أوسوريو عن نادي الزمالك، وأنا لسه فاهمكم القصة بتاعت أوسوريو دي كلها يعني. لو رحل سيكون الكابتن عبد الحميد بسيوني هو المدير الفني لنادي الزمالك لنهاية الموسم. كابتن عبد الحميد بسيوني لسه أنهى مؤخرا مشواره مع فريق النصر الليبي ورجع مصر، فلو أوسوريو مشي فالكابتن عبد الحميد بسيوني بحسب الموجودين في نادي الزمالك شايفينه هيكون الأفضل على الأقل لنهاية الموسم مع الفريق. طيب نكمل ده فيما يخص كابتن عبد الحميد بسيوني. في لاعب في المصري مهاجم في المصري مميز جدا، عامل أداء رائع جدا، عامل مسيرة رائعة جدا في الدوري هذا الموسم، مش بس هذا الموسم ومن المواسم الماضية كمان، احنا بنتحدث عن جريندو اللاعب الرائع جدا. الزمالك بدأ يلفت نظره، يعني بقى يبص على جريندو، بقى على طاولة نادي الزمالك بالأسماء المرشحة
للمتفاوض على ضمها في الموسم القادم. بس شوف أنا دايما أقول الكلام بمعاييره السليمة، فقط أصبح من الأسماء المرشحة أمام طاولة نادي الزمالك لضمه بعد نهاية الموسم الحالي بناء على تألقه وإبداعاته وأيضا لعقده اللي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويصبح لاعب مجاني. طيب كمان جريندو مهاجم اهو، جون إيبوكا ما زال في الصورة بالنسبة لنادي الزمالك. الزمالك بيفكر في جون إيبوكا في الصيف اللي جاي، وبيفكر انه يضمه، وبيشوف او بيراقب موقف اهل طرابلس الليبي، هل هيتعاقد مع إيبوكا بشكل نهائي بعد نهاية اعارته من سيراميكا، ولا اللاعب هيعود لسيراميكا كليوباترا او يبقى في اهل طرابلس. الزمالك بيراقب كل هذه الامور عشان جون إيبوكا ايضا على طاولة نادي الزمالك جنب جريندو نفس الطاولة. طيب خبر اخر، الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أجرى اتصالا هاتفيا بمحمود حسن تريزيجيه يطمن عليه، يعرف منه تفاصيل ومستجدات أزمته الأخيرة مع لاعب فنربكشة بعد واقعة الباسك الشهيرة، وقال له إن اتحاد الكرة معاك ويدعمك في أي حاجة، وأنا أعتقد إن الموضوع هناك خلص، يعني خلص وهيبقى فيه عقوبات يعني على اللاعب في فنربكشة، هو فعلا يعني تحول للجنة التحقيق في الاتحاد التركي. طيب في الدوري السعودي مشتعل جدا جدا، ويبدو ان نجمينا المصريين احمد حجازي وطارق حامد هيفوزوا بلقب الدوري السعودي هذا الموسم. بالمناسبه اتحاد جده فاز النهارده على الباطن بهدف، والنصر في مباراه مثيره جدا 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 بقياده كريستيانو رونالدو قدر يفوز على فريق الشباب 3-2 بعد ما كان متاخر بهدفين نظيفين. فاضل مباريتين على انتهاء الدوري السعودي، فاز في واحده منهم اتحاد جده يفوز رسميا بالدوري السعودي بعد غياب 14 سنه من 2009 تحديدا، 14 سنه اتحاد جده ما يفوزش بالدوري. عشان كده ان شاء الله يعني باذن الله نتمنى لعبد الله، عفوا نتمنى لحجازي وطارق حامد ان هم يفوزوا بهذه البطوله مع الاتحاد، وان كان النصر عامل أداء رائع وكبير وعظيم بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو أيضا، نتمنى بالتأكيد للفرقتين التوفيق. احنا بس نميل للعيبة المصرية بتاعتنا، اللعيبة الدولية الكبيرة حجازي وطارق حامد، علما ان اخر دوري فاز بيه اتحاد جدة من 14 سنة كان المهاجم الأساسي والقائد لهذا الدوري كان عماد متعب لاعبنا المصري الكبير. سبحان الله، من مصري لمصري اتحاد جدة راكب مع المصريين، لاعبين المصريين بتوعنا يعني. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم، بعد هذا الفاصل هيشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الله وصديقي العزيز محللنا محمد جمال، خليكم. اكتر ناس بحبهم في البرنامج ده والله كابتن محمد عبد الله ومحمد جمال. كابتن عبد الله منور الدنيا حبيبي يا كابتن كريم، والله ربنا العالم الواحد بيحبك لله في لله يا رب يخليك. اخبارك ايه؟ ربنا يديم المعروف والخير يا رب، تمام والحمد لله يا رب دايما. جيم منور الدنيا حبيبي يا كيمو، اخبارك ايه؟ مبسوط ان انا موجود معاك كالعاده مع كابتن محمد. طيب كله حلو حبيبي، ربنا يخليك. في ناس النهارده بالمناسبه يعني شوف هفضحك على الهوا، لقيتهم بيبعتوا لي على تويتر بيقولوا لي هو فين محمد جمال، فينه على السوشيال ميديا؟ فقلت لهم يا جماعه هو راجل فيسبوك اكتر، مش هتلاقوه نشط على مش موجود تويتر. على تويتر خالص، لا لو سمحت انشط على تويتر عشان دلوقتي بقى ليك معجبين بالالافات دلوقتي على تويتر يعني تحت الامر على طول، فلو سمحت اول ما الناس تطلب احنا موجودين. اكونت بقى بعد ما نخلص لا في اكونت بس هيك ميت فاهم والله يعني. جيم النم ساعه ما عملوا سميه جيم النم جيم الوحش لا محمد جمال زي ما هو بس يعني جمال عادي. عامل ايه يا كابتن؟ تمام الحمد لله حبيبي. ايه رايك في الاهلي؟ لا حاجه تفرح بصراحه. لا انا بتفائل بيك بمناسبه الاهلي، انا اعتقد لو الاهلي كسب افريقيا هيبقى جزء كبير منه وشك الحلو. الله يبارك لك يا رب. ربنا يخليك. انا قلت لك الاهلي عدى دوري المجموعات خلاص، البطوله في الجزيره. بص في حفله هتتعمل يوم البطوله هنا، تمام؟ انت هتبقى بطل الحفله دي باذن الله ان شاء الله. عشان اول واحد هفضل افكركم من بدري قوي في اخر مباراه للاهلي في دور المجموعات، قال الاهلي عادي دور المجموعات ياخد البطوله على طول، وبعد كده الاهلي قدام الرجاء رايح جاي رائع، قدام الترجي رايح جاي رائع، ان شاء الله في الفاينل الوداد ان شاء الله باذن الله. يبقى الوداد لا الاهلي
لو قلت لك الفتره الاخيره بالاخص من بعد الكبوه اللي حصلت في كاس العالم ممكن يكون في خلال 3-4 مباريات في الدوري كان ممكن كان برضو في اهتزاز في المستوى في دوري ابطال افريقيا، انما بعد كده من بعد بالاخص ماتش سان داونز بالظبط كده، ماتش سان داونز الاهلي اختلف تماما، تحول فرقه مرعبه صح، هجوميا ودفاعيا منظمين كل حاجه فيها حلوه يعني مش النهارده كنت بقول في المقدمه انا كنت قلقان على الاهلي النهارده في حاجه او مش قلقان كنت مراقب الاهلي الاهلي مركز دوري ابطال افريقيا بقاله شهر وشويه ما بيلعبش في الدوري لا هو نفسه يريح الفرقه تريح اللعيبه تريح تنزل مباراه مش هاممها ما انا كده كده اصلا متصدر الدوري حتى مع كل المؤجلات فلقيتهم النهارده بيلعبوا بجديه كبيره جدا لا 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 هم بقى عندهم الحافز ومعنويا وكل حاجه مطوعاهم كره مطوعاه الحافز بيزيد يوم بعد يوم حته كمان ممكن انت ملاحظ ان الراجل يعني مش عايز حتى حته التعادل دي لو عايز طول الوقت مكسب والحته دي كويسه ان انا فعلا ان انا بحفز لعيبتي ان انا فعلا ما عنديش بند اسمه تعادل ولا بند اسمه خساره فدي يعني ترجع للمدير الفني بصراحه الراجل عامل شغل هايل جدا مد ثقه للعيبه يعني اللعيبه بتلعب باريحيه مش في دماغهم حاجه صح. عندهم ثقه وعندهم ثقه في بعض صح. النهارده شوف الجيم يعني حتى النهارده انا يعني بيني وبينك انا قبل التشكيل ما ينزل قلت ممكن يريح ناس كتير كلنا توقعنا كده النهارده انت بتلعب فول تيم يعني لا يعني لا واخد الموضوع بجديه عايز حتى يفنش الدوري ممكن يكون مش باعلى عدد بنقط كمان ممكن عايز يكسر رقم صح. وده اللي في دماغه فعلا انت لسه النادي الاهلي يعتبر ليه دور كامل انت بتتكلم النهارده المباراه ال 22 انت لسه على ما يخلص باقي الموسم انت بتتكلم لسه في عدد مباريات كتير جدا لا بحسب المعلومات حتى واحنا قلناها امبارح انه هو مارسيل كولر قعد مع اللاعبين وقال لهم احنا عايزين قبل ما نروح نلعب ذهاب الفاينل هيكون لاعب الاهلي 3 مباريات في الدوري نكون مطمئنين الدوري هو كده كده الدوري خلص انسى الدوري خلصان من فتره يعني من فتره زمنيه بعيده كمان الاهلي خلص الدوري يعني انت عندك الزمالك بعيد تماما السنه دي فيوتشر بيعافر وكان ماشي فتره كويسه برضو حصل له كام دروب رجع بعدد البنات شويه بيراميدز بدا يفوق شويه انما في الاول وفي الاخر لا النادي الاهلي عنده كم من الماتشات يدي الاريحيه ان هو ياخد دوري مرتاح الاهلي اصلا فارق 4 نقط على بيراميدز وعنده 4 مباريات مؤجله طب انت بتضرب بقى 4 في 3 ب 12 بونت للأربعة. على 4 14 بونت 16 بونت انت بتتكلم الدوري الموضوع منتهي الموضوع منتهي يعني عشان يخسر عايز يخسر 6 مباريات عشان بيراميدز يبقى يرجع ممكن ينافس على البطوله تاني ولو كسب بيراميدز كل البطوله ماتشاته كمان حتى لو بيراميدز كسب كل المباريات مطلوب من النادي الاهلي يخسر 6 مباريات ودي استحاله انت عايز الاهلي يخسر 6 يعني عشان يبقى فيه منافسه بالظبط الاهلي يخسر 6 وبيراميدز كمان يكسب كل ماتشاته يكسب كل مبارياته فدي استحاله لا طبعا انما بالشكل اللي انت شايفه ده النادي الاهلي مش هيخسر مباراه تمام تعالى لي بقى الاهلي من اول دقيقه انا كنت لسه بقول للكابتن عبد الله فكره انه هلاقي بقى الاهلي هادي النهارده نقف على رجلينا نستنى الكوره نبص طبعا الاهلي بفضل يتناقل الكوره بعد الجوليل وموت اللعب تماما بهدوء ذكي جدا يعني بس من اول دقيقه ضغط عالي ضغط عالي ضغط عالي وكان مارسيل كولر بيقول لهم كده انا مش بشبه بين قوسين يعني مش بشبه عشان الناس بس بتقفش في الكلام ده بقى عامل زي برشلونه ومانشستر سيتي برشلونه في امجاد ومانشستر سيتي دلوقتي اللي هو كده هنزل اضغط على الخصم انا والله مش عايز الماتش عايز الماتش انا كده ضاغط على الخصم حسيت بده النهارده قبل ما نروح لمنظومه الضغط اللي كانت مديه الاولى زي ما انت قلت يا كريم خليني اقول لك هو مارسيل كولر عمليه التدوير هو حاسبها ازاي وبيشتغل عليها ازاي هو عنده التدوير على مرحلتين المرحله الاولانيه هي المرحله الحاليه استعدادا لدوري ابطال افريقيا الفاينل امام الوداد بيعمل عمليه تدوير في المجموعه اللي هتكون معاه او وارد انه يعتمد عليها او العناصر الاساسيه بنتكلم في 16 17 عنصر عشان كده بتلاقي النهارده اللي بيشترك في اول تبديل محمد مجدي قفشه قندوسي عمرو السوليه اللعيبه وارد جدا انها تشترك لاي وقت من الاوقات ما دخلش شادي اللعيبه البعيده عمليه التدوير الواسع هتكون بعد حسم الدوري عشان الناس اللي بتطالب ببعض الاسماء بعينها ايمن اشرف برونو سافيو الشباب الصغيرين عبد الرحمن رشدان كريم الدبيس العناصر اللي موجوده دلوقتي بتتمرن مع الفرقه وهتاخد فرصه مش هتاخد فرصه دلوقتي هتاخد فرصه بعد حسم الدوري وبنتكلم على افريج من 5-6 مباريات اذا الاهلي مشي على المومنتم ده هيخلص الدوري بدري 5-6 اسابيع ده في عمر المسابقه كتير على فكره فانا بتكلم على 5-6 اسابيع هدي بقى لكل العناصر اللي بتلعب ولا ما بتلعبش فالقصه هو الراجل لا في دماغه عدد مباريات فوز ولا في دماغه مكسب ولا هو عايز يخلص الدوري لانه العمليه التذبذب النوعي اللي حصلت في بعض المباريات الدوري في وسط الران اللي الاهلي عامله الثلاث مباريات كان منهم مباراه فاركو وسموحه وده طبيعي كان في شويه هجوم فالراجل عارف قال لك خلص الدوري وبعدين ايه اللي يحصل فالراجل ما بتقلقش من الاصابات انا بحس يعني انا ببقى قاعد بقول ايه
يا عم بيرسي تاو ده اصلا ده احنا من حاسس على رجله انه كل شويه عنده اصابه. كل حاجه عندي فتحي مروان كل حاجه محسوبه. كل حاجه محسوبه قدر. لا الاصابات القدريه دي شيء، انا بتكلم على ما هو قرار اشراك اللاعب ده قدري ولا بقرار المدرب؟ مدرب. قرار المدرب. فقرار المدرب هو عنده كل حاجه محسوبه. يعني اشتراك علي معلول، هو هشرح لك دلوقتي واقول لك هو علي معلول بيعمل ايه. علي معلول مبقاش بيوصل للاند لاين ويحط الكروس بالعرض خالص. علي معلول بقى بيجري نص المساحات، نص المسافات اللي بيقطعها في المعتاد علشان اقدر احافظ عليه عدد مباريات اكتر. اتنين، في نقطه الناس مش واخده بالها، الاهلي بقى له فتره بيلعب كل ماتش اسبوع، بيلعب كل اسبوع ماتش. الاهلي بقى له فتره من اول ما خد الرام بتاع الرجاء بياخد بيلعب. فالاجهاد الراجل بيعمل عمليه التجهيز والقياسات البدنيه قبل كل مباراه لكل اللاعبين. اي لاعب عن شك ما بيلعبش، شك ما بيلعبش. فعشان كده الناس بتقول لك هو معلول بيلعب، ومعلول بيلعب ليه؟ طب احنا خايفين من الاصابات. الراجل بيقيس كل لعيب قياساته البدنيه تسمح يشترك، موجود في ال 20 او بره المجموعه. هجيلك على الضغط سالتك عليه. بس طب ما علي لطفي اتصاب ليه النهارده؟ بص ممكن يكون علي لطفي برضه، هقول لك على حاجه، حته الاستمراريه دي بتوقف لعيب على رجليه بشكل كويس. ودي بترجع للتمرين. وزي ما انت بتقول اصابه في الاول وفي الاخر هذا حاجه قدريه من عند ربنا، مش بايدينا طبعا. انما هو الراجل بيتمرن وعلى قد شغله، ممكن يكون هو ما كانش متاهل بشكل كويس الفتره اللي فاتت. حته ان هو بقاله فتره ما بيلعبش دي برضو حته الضغوط اللي بتبقى عليه، ان انا بقالي فتره وعايز اثبت وعايز ما يخشش فيها حاجه. الشناوي بقاله فتره ماشي بشكل كويس، انا عايز اكمل الدور ده. فكل الكلام ده بيدور فكر اللعيب. انما زي ما جمال بيتكلم فعلا الراجل كل حاجه عاملها بالشبر زي ما بيقولوا يعني. وفي الاول وفي الاخر اللعيبه دي بالنسبه لها في الفتره الاخيره وما فيش اراك ولا حاجه، وده الطبيعي وده المعدل الكويس اللي ممكن يشتغل فيه. انت فعلا بكل اسبوع بتلعب مباراه، فانت ما عندكش عندك وقت كافي ان ترجع تعمل الاستشفاء بتاعتك، تعمل الريفريش بتاعك، تبدا تشتغل تحضر للمباراه اللي بعدها بشكل كويس. فما عندوش مشكله خالص. انما الاصابه دي في الاول وفي الاخر ده حاجه قدريه، ما اقدرش. ده غير ان هو عنده اربع عناصر اساسيه وري الناس مش واخده بالها، بس ريح. عنده اربع عناصر اساسيه مش موجوده، يا اما اجباري يا اما اختياري. بنتكلم على محمود كهربا وحسين الشحات عندهم اصابات خفيفه اجهاد، ومحمد عبد المنعم عنده اصابه خفيفه اجهاد، ومحمد شناوي موقوف. فعنده يعني كده عنده اربع عناصر اساسيه مش موجودين بالزبط. النهارده بالاضافه لانه دخل ثلاث عناصر بدري شويه، وبيعمل عمل تغييراته في الدقيقه 61 النهارده. بنتكلم على الدقيقه نص ساعه، عمرو السوليه والقندوسي تحديدا مهمين تحسبا لا قدر الله، لان مروان عطيه عنده انذارين وعمر سوليا عنده انذارين قبل مباراه العوده. فالراجل كل ده بيدور في دماغه يعني. مننا على الضغط والنبي. طيب حضر الحالات بتاعه عمليه الضغط وازاي الاهلي بيدخل المباراه. الضغط بتاع النادي الاهلي بيتحول شيئا فشيئا لمنظومه مرعبه. منظومه عنكبوتيه صعبه جدا. يلا نعرض يا جماعه. صعبه جدا تخترقها. انت بتعمل عمليه الضغط من الدقيقه الاولى. هجيب لك لما الحالات تجهز معانا، هجيب لك انه منظومه الضغط دي من الدقيقه 4 من الدقيقة 4 الراجل بيعمل عملية الضغط شبكة كاملة. الأهلي النهاردة بتتكلم على إنبي. وبالمناسبة قبل ما نروح لأول حالة، قبل ما تبتدي تعرض، بس وقف هنا. أنت بتتكلم على إنبي عشان الناس كانت مسلسلة الماتش النهاردة يا كريم. إنبي الناس مش بتاخدش بالها، آخر 9 مباريات مع تامر مصطفى هو تاني أفضل فرقة في مصر. اخر 9 مباريات هو تاني افضل من فيوتشر، افضل من بيراميدز، وافضل من الزمالك، وافضل من الاتحاد، وافضل من كل الفرق اللي قبلها في جدول الترتيب. فانت بتلعب فريق صعب، بتلعب فريق بيكسب الماتشات اللي فاتت، بتلعب فريق رجليه ماشيه. فالمباراه كانت صعبه. انك تلاقي انبي مزنوق بالشكل ده، انبي نسبه الاستحواذ النهارده 30%، ودرجه سيطره الاهلي على الايقاع مرعبه بعد مباراه الترجي تحديدا. بص بقى المنظومه كريم، انت بتتكلم هنا على كل لعيب هو معاه لعيب، مفيش لعيب لوحده. حتى تو هناك بص يعني ماشي الفريم ده، بس فريم واحد ماشي، فريم واحد كمان. اول ما الكره بص كل زوايا التمرير ناحيه اليمين وسط الملعب مقفوله، اول ما اللعيب الكره اتحطت تحت الشمال راح طالع تاو كمل عمليه الضغط. والحركيه بتاعت لعيبه الاهلي بص يا كريم ما بيتحركوش عشوائي. الحركيه كلها انت بتعمل عمليه الدبل اب، بتضغط باتنين لعيبه بمروان وقابله حمدي، ومن وراهم ديانج واقف هنا، وراهم ديانج، علشان طول الوقت انت قافل كل مسارات الكوره. الاصعب من انك تضغط مان تو مان او لعيب على لعيب يا كريم، انك تقفل مسارات التمرير، توصل فريق قدامك انه مش عارف يروح بالكوره فين. فيضطر ياخد القرارات الصعبه، احطها في اتجاه الكوره اللي انا عايز الكوره تروح له. الكوره لما راحت شمال الراجل اتخض، لقى في هجوم عليه، راح حاطط الكوره في وسط الملعب تاني. ف
فراح داخل في الشبكه اللي في وسط الملعب اللي هي فيها مروان وديانج وحمدي. قلت لك ماتش الترجي اللي فات قلت لك افضل منظومه اتعملت مع النادي الاهلي بالمجموعه دي هي منظومه كولر. منظومه الضغط واستعاده الكره مرعبه. صح. انت مش بتتكلم على مروان ولا حمدي ولا ديانج، بتتكلم على الثلاثه مع بعض ما شاء الله مرعبين. يلا الحاله اللي بعديها. خلاص خلاص ماشي. العلم الحاله دي كمان اقول لك على حاجه في الوضع الطبيعي ان تو جاي متاخر. ده هو اتاخر لانه الترحيل كله شمال. بيرس تو جاي متاخر. تعرف لو الوضع الطبيعي ان انا شغال على المساك الثاني، انا قافل قلب الملعب، انت كده عامل البلوك على طول. مزبوط. من اتجاه اللعب في الجنب اليمين لازم على طول انا بخش في الجنب الثاني. ما كانش الباص ده طلع كمان، لو اتعمل الباص ده كان ممكن يقطع. صح. بص وقف هنا. بص يا كريم، ان دلوقتي انت اللعيبه عاملين البلوكات اللي في النص دي اللي فيها تاو ديانج مروان قافلين تماما وسط الملعب، عشان الاثنين لعيبه دول لما يجوا يستلموا، الاثنين لعيبه اللي في وسط الملعب احمد العجوز واللعيب تاني اللي ورا حمدي فتحي، الثلاثه يقفلوا على الاثنين. فاللعيب فاضطر هنا الباك ليفت يعمل ايه، السنتر باك يعمل ايه، هيحط الطويله. مين اللي ضغط عليه؟ حمدي فتحي، اللعيب اللي هو اللي متقدم دايما على منظومه الضغط. الثلاثه اللي في الخط الخلفي الكره راحت بسبب الضغط العالي الاهلي بيعمله، قفل مسارات التمرير. بتتكلم على منظومه ضغط صعب جدا جدا تخترقها. قوه الاهلي مش في خط دفاعه بس، ولا خط هجومه بس، ولا خط وسطه. قوه الاهلي في منظومه ضغط بتتحرك ككتله. بص الاهلي رافع فينا كريم، واقف هنا، واقف هنا، واقف هنا الصوره دي، واقف الصوره دي بس ما تكونش مبكسله، واقف هنا. بص يا كريم، مين اللعيب، مين اخر لعيب في الصوره كريم في النص؟ فين انت عايز فوق خالص؟ فوق في الصوره. بيتكلم على خط الدار. هتلاقي محمد هاني متولي، هتلاقي محمود متولي. المسافه ما بين بتتكلم في 15 18 يارده وحمدي فتحي 20 متر. مستحيل تخترقهم. عايز تحطها والخط مظبوط تماما، لان حاول ام بيعملها 3 4 مرات وكل مره تسلل. فانت بتتكلم على منظومه ضغط بتتحرك في 30 متر. اللي لسه هكلمك فيها ده فيها ريسك. لا، وبتعمل حاجتين بتعمل حاجتين مهمين قبل الريسك يا كابتن محمد. بتعمل حاجتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه بتوفر المجهود لانك عمال بتتحرك في مسافه اضيق، نفس طريقه الرجراجي مع منتخب المغرب، بس المغرب كان بيعملها من تحت شويه. انك بتتحرك في 30 متر او 40 متر عشان تضايق الفريق. لا، الاهلي بيطلع بقى حسب الفريق اللي بيلعبه. لما بيكون فريق هو عارف انه لما يطلع يضغط عليه هيخليه يحتار بالكوره، فيطلع يبقى عامل عمليه الضغط ب 30 متر. فانت بتتكلم على منظومه حركه بدون كوره، التمركزات بتاعه اللاعبين، والمسافه اللي بيتحرك فيها الكومباكت جيم او الكومباكت اللي بيلعبه النادي الاهلي ال 30 متر دول. بتتكلم على منظومه ضغط مرعبه يا كريم. منظومه ضغط هي اللي ممكن النادي الاهلي للهيمنه المحليه والوصول لفاينل دوري ابطال افريقيا حتى هذه اللحظه. طيب دي حاله ازاي بقى يا كابتن عبد الله، واحنا بنتحدث عن حاله فنيه جيده جدا للنادي الاهلي، تقدر في نفس التوقيت تحافظ على حاله بدنيه كبيره للنادي الاهلي في هذه الظروف الصعبه؟ ضغط كبير مباشر، حتى لو دلوقتي بتلعب على في فتره 6 أو 7 أيام، بتلعب في كل البطولات، بتعمل عندك ضغط كبير في كل البطولات، عندك كاس وعندك سوبر وعندك دوري وعندك دوري ابطال افريقيا، وتحافظ على الحاله البدنيه دي، عشان اكيد حضرتك فاهم كمدرب يعني انه الضغط العالي ده محتاج قوه بدنيه كبيره جدا. طبعا هو بس هو ما بيشتغلش الضغط طول الوقت. يعني انت زي ما بقول لك هو ايه، مقسم الماتش على اجزاء معينه. يعني اقول لك على حاجه، بدا الجيم بنفس الضغط، انت لو جبت لقطه شوط تاني مع بدايه السنطره هتلاقي الثلاثه بتوع خط الثلاثه التلت الهجومي كلهم بيعمل ايه، مجزء الماتش على اجزاء معينه. انما الحاله البدنيه اللي فيها نادي الاهلي دي من بدايه الجيم هو عامل فتره اداء كويسه قوي، وفي الفترة الأخيرة دي هو بيشتغل على إيه؟ ممكن يشتغل يومين بيرفع فيهم الحمل وكده كده. الوضع الطبيعي إن أنا مع استمرارية الماتشات واللعيبة دي طول الوقت رجليها في الملعب وطول الوقت هو بيشتغل على حتة التحفيز، هو بيحفظ أخطائه، الحتة اللي عنده ثغرة معينة شغال زي مثلا الثلاث خطوط يبقوا قريبين من بعض إزاي، واللعيبة فعلا بدأت تدور مع بعضها، يعني الناس بدأت تشغل دماغها، ده قريب من ده، الخطوط الثلاثة قريبين من بعض، وده بيدي على الاقل نفس كويس. وطول ما الكره في رجلي انا مش تعبان. صحيح. طول ما الكره في رجلي انا اللي شغال، بدور الكره وبراحتي وبكيفي، وهم فعلا معاهم الريموت غير ما انا بيبقى الريموت في ايد حد تاني. انما الريموت طول ما معايا انا اللي بدور الكره وبشتغل بشكل كويس وبتعب الكوره. ونادي الاهلي بقى عنده ميزه كويسه ان هو بدا ينزل يخلص الجيم بدري، عشان بعد كده خلاص الايقاع بتاعه بقى رتم المباراه امتى يعلى امتى يهدى، ده بتاعه هو. صح. ما بيسيبوش لغيره. صح. المشكله في الناس اللي بتبدا تشتغل قصاد نادي الاهلي. يعني النهارده انا بلوم مثلا على كابتن تامر مصطفى، انت عايز تحضر طول الوقت من تحت، هو مش مديك نفس. ايوه. مش مديك مساحه. طب انت برضه انت معتمد ان انت هتبدا من تحت، وهتبدا مع مين؟ مع اقوى خط هجوم في الوقت الحالي، مع نص ملعب حاجه محترمه، مع خط ظهر استحاله اختراقه، يبقى انت كان من المفروض تلعب على طويل وتلعب على الثانيه وتحط الكره في نص ملعب نادي الاهلي لو انت عايز تشتغل بشكل كويس، او يبقى ليك شكل على الاقل. انما النهارده تسلمت امورك بدري، اديت
يعني هقول لك ايه، اديت الرياده للنادي الاهلي في نص الملعب، وهو اساسا هو ملك الحته دي صح، انما النادي لا في حاله بدنيه محترمه، ودي ترجع فعلا للراجل. الراجل شغال من بدايه الموسم بشكل كويس، وانا قلت لك من بدايه الموسم الراجل ده مع الفرقه مع نادي الاهلي بالاخص من افضل الفرق تكتيكيا وبدنيا ودفاعيا في الوقت الحالي. صح صح. عشان تعمل كل ده لازم منظومه وسط ملعب عبقريه جدا، ومنظومه الاهلي دلوقتي ديانج فاق جدا وبقى حالته كويسه طبعا. طبعا مروان عطيه سوبر الاهلي طول طبعا الموسم، بس دايما مش متخيل الاهلي بدون حمدي فتحي، الادوار الكثيره المعقده اللي بيعملها حمدي فتحي دفاعيا وهجوميا. عايز تكلمني شويه عن ادوار حمدي فتحي الغريبه اللي الناس ساعات بتقول هو فين حمدي فتحي ده في كل حته في ارض الملعب. بس هروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا. حضر اللقطه اللي ضغط اللي كانت تحت الليفت ضغط وقف موجود. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. قبل الفاصل كنت بسال جيمي على قوه وسط ملعب النادي الاهلي في وجود ديانج وتحسن ادائه، طبعا روعه مروان عطيه منذ انضمامه للنادي الاهلي، بس تحديدا حمدي فتحي وادواره الكثيره المعقده لدرجه ان انت كل ما الكوره تبقى في مكان في الملعب لازم تشوف حمدي فتحي قدام في منطقه الجزاء بتاعه الخصم او المنافس، تلاقي حمدي فتحي على اليمين، تلاقي حمدي فتحي على الشمال، تلاقي حمدي فتحي قريب من السنتر باكس بتوع النادي الاهلي، في كل مكان حمدي فتحي. ازاي يقدر يعمل كل ده؟ لا وانا قاعد بتفرج، الاغرب من كده انا قاعد بتفرج على الماتش، بشتغل الماتش قبل ما يجي، يعني للوهله الاولى الكاميرا عامله زوم اوت، فانا مش عارف مين اللعيب اللي فاتح ناحيه الشمال ده. يعني انا متوقع الطبيعي كاميرا بعيده، فانا مش شايف المورفولوجي بتاع اللعيب مش باين مين. فانا الطبيعي في المكان ده بحمد عبد القادر مش حد تاني، او علي معلول مثل. ده الطبيعي. بعدين لقيت ان في اول كوره، طب ما تيجي نشوف، يلا تعال نشوف. هاتوا لنا يا جماعه الحلقه اللي انا كنت بكلمك عليها اتعملت من مروان عطيه بالخارجي في مساحه. هتيجي. بص الاول هنا انا اقف عند نقطه قبل اروح لحمدي كريم، بس اول ما علي يستلم، كمل اول ما علي يستلم، بس وقف هنا. النهارده دور جديد مهم جدا بيعمله كولر للمره الاولى. كولر عمل حاجتين النهارده للمره الاولى. الحاجه الاولانيه دخول علي معلول في الشوط الاول للعمق. علي معلول تواجد في المنطقه دي يا كريم 8 مرات الشوط الاولاني، 8 مرات الشوط الاولاني بيتواجد في منطقه مركز 8 وصناعه اللعب. ليه؟ علشان هو سايب لعيب تاني هو اللي موجود على الخط، سواء حمدي او عبد القادر، وعلشان علي اخر المنطقه دي سواء في العمق او لبره. الشوط الثاني ناس كمان تسال هو ايه اللي بيودي هاني وسط الملعب؟ هو بيعمل نفس التكليف اللي كان واخده معلول الشوط الاولاني، بقى هاني هو اللي بيدخل انسايد، بقى بيتواجد في نفس المنطقه دي، هو اللي بيعمل عمليه التغطيه بعد خروج مروان عطيه، وبقى الناحيه الشمال هو اللي موجود عليها. تعال بقى نشوف مين اللي موجود ناحيه الشمال. يلا، فدي الاستلامه الاولانيه. مين اللي استلمها؟ علي معلول هو اللي موجود في القلب، واللاعب اللي موجود مكانه هنشوف الكره هتروح لمين دلوقتي. كمل. يلا الفرق، يلا هنا الكره هترجع دي تاني مكان تواجد علي معلول. علي مش موجود على الطرف، علي مش موجود على الخط. انا ليه بدات بعلي؟ علشان هي الكومباينيشن مبني على علي، وبعدين هقول لك حمدي بيعمل ايه. يلا بينا، يلا كمل. شغل الفريم اللي بعده. علي كره هتروح بعديها اهو. كمل. بس وقف هنا. ده مين يا كريم؟ حمدي فتحي. فين؟ مركز الجناح الشمال. مركز الجناح الشمال ما فيهاش بقى، لا هو داخل مكمل. طب يمكن حصلت مره بالصدفه الراجل كمل اللعبه على عدته، وبعدين هات اللعبه اللي بعديها. يمكن حصلت مره بالصدفه، دي كانت في الشوط الاول. فين؟ في مركز الجناح الشمال. طب هات اللي بعديها. يلا اهي دي اللي كان بيتكلم عليها كابتن محمد عبد الله، بوش رجل خارجي ليه مروان دخل ضغط. مين اللي موجود ناحيه الجناح الشمال؟ حمدي فتحي. وبمنتهى البساطه الراجل، يعني انا تاني، انا لما عمل الكسر جوه دي تاني، انا كنت فاكره احمد عبد القادر. مش ده، مش حمدي فتحي خالص. انا بالنسبه لي التطور ده حمدي فتحي طبعا سوبر افضل لاعب في النادي الاهلي الدور الثاني مع مارسيل كولر بلا شك. هو عنده الاستجابه. ايوه بس بصراحه ده شغل الراجل، لان ده الشغل، شغل مارسيل كولر ده المفروض، اللي هي بنقول ايه، الشفتات بين الثمانيه وبين الهاف. أيوة. وما بالك بقى لو الثمانيه قريب للهاف، بمعنى لو طريقه اللعب قريبه، يعني لو حمدي مثلا عنده ايه حته الدريبل السرعه فرج على النادي الاهلي بقى في حته ثانيه. نفس الحال ديانج اللي بيلعب ثمانيه بالاخص. صح. اي فرقه في العالم عندها 8 قريبين من الهافين دول بيكسروا الدنيا.
قيس على ذلك مثلا السيتي في الاونه الاخيره لما كان بيلعب 4-3-3 قبل ما يدخل دي بروين 10 برافو عليك مكسرين الدنيا صح. لو انت متخيل فده بصراحه شغل مستر كولر حاجه محترمه. الشفتات اللي بتحصل دي وضع طبيعي ان حمدي يبقى بره هتلاقي من اللي مكانه هتلعب قادر. وضع طبيعي ان الاثنين لما بيزيدوا هو مين اللي بيقفل قلب الملعب علي معلول ده دوره اللي هي توليف المراكز مين بقى جوه مين بره. بس اهم حاجه كل واحد بيلعب في الحته بتاعته وعلشان توصل بقى لدي ده شغل كتير قوي طبعا. عشان توصل شغل ان كل تحفيز. لا كل لا لا. التحركات دي تحركات اوتوماتيك كلها بتتحرك. حمدي بيطلع في الوينج عبد القادر بيدخل انسايد بيبقى تحتيهم علي معلول بيرجع الاثنين بيبقوا على الطرف زي اللقطه اللي جبناهم يبقى حمدي وعبد القادر موجودين على الطرف علي معلول موجود انسايد موجود في وسط الملعب. انت بتتكلم على شغل وتحفيز كتير جدا علشان تعمل كل المهام دي. وهقف عند حمدي فتحي تاني. النهارده بتكلم على سوبر ادوار. كنا بنتكلم على لعيب كان كل دوره لعيب مركز 6 وبيعمل شويه اختراقات مع مارسيل كولر. الراجل ده بينزل يعمل واجبات التغطيه على الظاهرين سواء بيلعب شمال او يمين. الراجل ده كان بيلعب في وقت من الاوقات مع بيتسو موسيماني في مركز الليبرو في قلب الدفاع. النهارده الراجل بيلعب وينج شمال صريح طول الوقت. والاغرب وما شاء الله لازم اقول ما شاء الله يعني ان الراجل بيطلع يبقى هو اعلى واحد في خط الضغط بتاع النادي الاهلي فوق ناحيه الشمال وهو اللعيب اللي بينزل يعمل البلوك تحت على ال 18 وجبناها في اكتر من حاله في ماتش الترجي. ورك ريت ما شاء الله مرعب لحمدي فتحي وده موجود في بعض النماذج عندهم ورك ريت ممتاز. لكن لما يكون عندك جوده في كل هذه الادوار حاجه كبيره. حمدي فتحي لعيب يستحق كل شيء جيد يعني. في لاعب عايز اقف عنده النهارده كابتن عبد الله مش عارف رايك فيه ايه بس محمد شريف حسيته بيعمل مجهود كبير النهارده يعني اول مره احس ان محمد شريف بغض النظر هو قدم ايه بجانب الهدف يعني اللي سجله بس حسيت محمد شريف بيجري كتير بيحاول في كرات كثيره بيحاول يلاقي مركز اساسي في هجوم النادي الاهلي مره. اقول لك على حاجه والله بعيدا عن حاجه محمد شريف من اكتر اللعيبه اللي اتظلمت يجي عليه حد ويقعده ويشتغل ويرجع ويكسب النادي الاهلي انما بعد وجود كهربا طبعا والحاله اللي فيها كهربا ممكن يكون هو بعيد بشكل كبير انما يعني وجوده مثلا في مباريات ومباريات مهمه زي مثلا مباراه الزمالك نزل وسجل هدفين هو بالمناسبه لسه هداف الاهلي في الدوري 9 اهداف يعني تمام. هو ما زال هداف النهارده جاي من بعيد وبيسجل فده يعني لا راجل ملتزم ما بيسمعلوش نفس انما النهارده هو عايز يقول انا موجود عايز لازم يقول انا ليا دور. النهارده كميه جري عاليه جدا ربنا بيوفقه بيجيب جون سيبك بقى من انتاجه قد ايه بس انا كفيرو دي انتاج ان انا اجيب جون جبت مطلوب مني ان انا اضغط على خط الظهر بيضغط مطلوب كميات جري عالية بيعمل كل حاجه بتتقال له بيعملها وما بتسمعلوش نفس انما شريف لا هو من الفراوده كويسه جدا مش هقول لك مظلوم بنسبه كبيره لا يعني هو ده حال الكوره ايوه ما فيهاش عدل لا يعني الكوره مش عادله لا جه لا مش عادله جه حد احسن منك انت بتقعد انت مش هنقول احسن منه حالته احسن منه هنقول الحاله احسن منه حالته احسن ماشي صحيح. انما هو جه في وقت في وقت يعني مثلا انا اقول لك هو ظلم باين وقت ما جه والتر بواليا ده ظلم بقى الراجل كان ماشي بشكل كويس قوي وجه قعد فجاه ما هو ما لحقش يبقى مستوى احسن من محمد شريف فتعدى دي حاجه. الحاجه الثانيه اقول لك على حتى برضه في الفترات الاخيره مع مستر كولر الراجل برضه شغال بشكل كويس وكان معتمد عليه بشكل اساسي في بدايه الدوري في الفتره دي ممكن يكون في فترات للنادي الاهلي حصل فيها تذبذب في المستوى مطلوب من شريف انه يسجل مطلوب من شريف انه يضغط اساسا الفرقه كانت جت في فترات مش فايقه. طب لما تكون الفرقه بكامل محتواها في حاله يعني لا يحسد يعني مش عايزين نحسدهم حاله بدنيه فنيه كل حاجه ماشيه معاهم طب ما لازم يبقى ليه دور فدوره النهارده لما انت بتشوفه بالشكل ده لا شريف من الناس فعلا فرادة المحترمه جدا النهارده فعلا يعني بيثبت بيقول انا موجود وفعلا النادي الاهلي ما يقلقش يعني كان فتره يقول لك ايه النادي الاهلي محتاج فرد وانا برضو كل يعني مصمم لحد وقتنا هذا انا اقول لا في شريف محطه كويسه راجل بيلعب برجليك بشكل كويس راجل لعيب كوره راجل بهيدرز كويس ممكن تكون الدنيا مع عندني في وقت من الاوقات انما مش طول الوقت انما انا باجي من بعيد وبخلص صحيح. انت جيت في مباراه قمه نزلت جبت جونين بالاخص الجون الثالث ليه صعب جدا 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 طبعا مش اي حد بيشتغل بالكلام ده ان الكره تعمل باك باص لتحت وهو يخش ويحط بالدقه دي وبشماله وتروح في الزاويه دي بالاخص لا الموضوع صعب. شريف من الفراده كويسه وانا يعني من وجهه نظري هيبقى ليه دور كمان في المباراتين اللي جايين بالاخص ومباراه الوداد هيبقى ليه دور ان شاء الله ان شاء الله. نفس السؤال شريف رايك في اللي قدمه يعني خلينا نشغل الهدف واحنا بنتكلم كان في جلسه بتاع محمد شريف كان في جلسه جامعه ماستر كولر محمد شريف من 3 ايام وقال له انه حاجتين تحطهم قدامك رقم واحد انك هتاخد دقائق لعب الفتره اللي جايه ومش هقول لك دقائق لعب قد ايه لكن هتاخد دقائق لعب وهتلعب ورجليك هتبقى في الملعب اتنين
انه حط تارجت قدامك انا عايزك تحققه. حط تارجت قدامك انا عايزك تحققه. الا وهو ان انت تقدر تنافس على هداف الدوري السنه دي. تاني كولر حط لشريف تارجت قال له انت هتاخد دقايق وهتلعب الماتشات اللي جايه في الدوري او في افريقيا حسب الاحتياج الفني والرؤيه، ما وعدوش باللعب لكن قال له هتلعب خلال الفتره اللي جايه، وانت عندك تارجت حطه قدامك وهدف حطه قدامك ان خلال الفتره اللي جايه تقدر تبقى هداف الدوري الموسم الحالي، وانا بثق فيك جدا وبثق في قدراتك وعارف انك كنت هداف الدوري المصري قبل كده وعايزك تبقى هداف الدوري السنه دي. هايل. ده كلام مارسيل كولر لمحمد شريف. انا كنت منتظر انه يعدي الماتش نشوف المردود، ما كانش المردود بالنسبه لي ما كانش الهدف. الورك ريت اللي بيقدمه محمد شريف، الاشتراك في مع المجموعه، درجه التناغم والانسجام مع المجموعه رغم ان اللي كان بيلعب الفتره اللي فاتت كلها في الماتشات الكبيره كلها كهربا، درجه التناغم والانسجام والحركيه بتاعه محمد شريف سواء الخروج بره البوكس ابتدي يشتغل مع المجموعه انسايد وعمل اكتر من تمريره بشكل جيد جوه ال 18 عملت انفرادات كتير للنادي الاهلي النهارده، حاله ممتازه عليها محمد شريف سواء الحاله البدنيه او الحاله الذهنيه والجاهزيه اللي كان عليهم النهارده. النهارده كمان كوفي مش بس لتسجيله لان احمد عبد القادر كمان سجل لكن لاداؤه كوفي بانه خد رجل المباراه. اتفضل. الجول ده صعب قوي. طبعا. ايوه كنت لسه هسالك طبعًا. حالا طبعا انت كويس. هل الجول ده كان سهل ولا صعب عشان الناس حاسه انه سهل يعني؟ سهل. صعب جدا. ده الراجل ده فرود بالفطره عنده احساس بمكانه ده دي يعني بص اقول لك على حاجه من النادر. الجول ده ممكن جابه متعب زمان ايام ما كان بيلعب. الجول ده عشان يبقى انت عندك القدره ان انت تعمل الترن ده وبتلف وتحطها بالدقه دي هو توفيق من عند ربنا طبعا، بس انت عندك احساس بالمكان، انا حاسس الدنيا ماشيه ازاي، عارف هي هتروح فين. عارف هو واقف فين. عارف هو واقف فين. صعب جدا جدا جدا. طب اقول لك حاجه، حد والله اقول لك حاجه بس نكمل. ده فرود بالفطره. انا عايز اسالك على حاجه وهكمل على كلام جيمي. صعب انا قوي. حاسس النهارده انا حسيته النهارده رايق يا كابتن عبد الله. الفرقه يعني كلها رايقه. لا هو مش متازم، مش زعلان، مش انا المهاجم الاساسي دلوقتي، مش حاسس كده. ده من زمان على فكره مش النهارده. لا بس هو النهارده هو واخد باور من غير دي وضع طبيعي. أيوة. ان ممكن تكون المحاضره اللي قاعد معاها الراجل فيها اديته دافع، والدافع اثباته اهو، وده الانتاج بتاعه. صح. ده انتاجه النهارده. لما يجي مدير فني يبقى عنده ثقه فيا ويكلمني ويقول لي انا هديك وهشتغل معاك، يعني زي ما جمال بيتكلم ما وعدوش بحاجه بس حاسس ان الراجل في ظهري، حاسس ان الراجل على قناعه بيا. ادي ربنا بيكافئه والراجل ده. ما هو بص ربنا ليه لكل مجتهد نصيب. الراجل ده بيتعب ملوش دعوه بقى قاعد ما قعدش اشتغل ما اشتغلش، لا ربنا بيكافئك على قد تعبك. انت بتتعب في التمرين وبتاخد اهو في النهايه بتاخد. حسيت ده من احمد عبد القادر النهارده؟ طبعا حسيت. النهارده عبد القادر انا بقول لك عبد القادر ده لو ركز شويه هيكسر الدنيا. لا 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 ده حاله ده ده ده, ده يعني اقول لك ايه من الناس اللي بتقعد تتمتع بيها. اولا مش ما بيهبش حد، واحد ضد واحد دي زي ما انت عايز قول يخليك انت قاعد متمتع. النهارده احمد عبد القادر شغال بكل حاجه، بيضغط بشكل كويس، تمرير النهارده بشكل كويس، النهارده بيروح وبيسجل حتى لو الجون ساعده ان هو يعني لو الجون اخطا فيها، بس هو عنده دقه وان هو بيحط وخلاص قطع وضغط وكمل وبيحط بالسنس ده. لا احمد عبد القادر هو في حاله كويسه جدا، واتمنى ان الحاله دي تفضل لحد مباراه الوداد يوم 11/6 الحاله ككل ان شاء الله مش كفرد كمان. تتفق احمد عبد القادر عمل مباراه كويسه النهارده؟ اتفق في جزء واختلف في الجزء المعتاد اللي بختلف دايما مع احمد عبد القادر عليه. بالمناسبه يعني عبد القادر من اللعيبه، انا سالت شخصيا بقى سالت كولر على احمد عبد القادر من فتره، هو بيحب احمد عبد القادر جدا، مقتنع بامكانياته جدا، شايف انه لعيب مختلف جناح مختلف. يعني هو عنده حسين وبالنسبه له حسين رقم واحد، حسين وتوم رقم واحد واثنين في الجناحين، لكن هو شايف ان عبد القادر هو بروفايل مختلف عن بقيه العناصر اللي موجودين كمهاره كانوا بيعدي واحد على واحد. لكن هو وانا كلمته تحديدا في حته القرار وقال لي شغالين معايا، لكن هقول لك بمنتهى البساطه عبد القادر هو محبوب مارسيل كولر، ظالم نفسه بحاجات كتير جدا جدا جدا. خلينا نشوف واقول لك ليه عبد القادر ظالم نفسه. لما انا اكون البدني بتاعي كويس وقادر اشتغل وماشي طول الماتش وبعدي وبروح كل حاجة. ويجي لي في مباراه وفي كل مباراه وغلطه كل مباراه ان بيتاح لي فرصه واثنين وثلاثه اطلع جايب هعمل هاتريك. امبارح تريزيجيه اموره كانت كويسه، اموره كانت ماشيه، فايق يومه، حاطط ثلاث جوان بالراحه وعامل اسيست الرابع كان ممكن يتحسب له يعني. فبتتكلم على انه انت ليه انت عندك
فلما يكون عندك لازم جانجي. المخرج نشوف لازم المخرج بتاعك يكون على قد اللي عندك. لما يكون مخرج بتاعك اقل من اللي عندك انا ما انا ما استفدتش حاجه. لعيب كبير لما يكون مخرج بتاعك النهارده ربنا وفقه وزي ما قلت كان موافق انتاجك عالي طالما انتاجيتك قليله فانت بالنسبه لي ما عملتليش حاجه بالظبط. ما فيش كلامك كلامك مظبوط. يلا يا جماعه نعرض الحلقه بتاعت عبد القادر. فهجيب لك هو النهارده كان مخرج عبد القادر يطلع عبد القادر لوحده لان احنا في هنتكلم لسه بعد شويه على قصه الفرص في النادي الاهلي يعني. يلا بص ادي ايه ادي واحد ادي واحد بص انت رقم عدلت عدلت معاك بقى 60 اختيار تحطها للي على يمينك تحطها على شمالك تزقها تاني ما انت زقتها الاولانيه زقها مع لعيب البلوك جه عمل لك بلوك قدامك زقها تاني بقى هنا حطها هنا مفيش زق هنا طمع لا ما الاولانيه هو هو اللي زق الاولانيه ارجع تاني طب ارجع تاني انا دخلت ده انا دخلت جوه لا ارجع تاني معلش ارجع ارجع هات الحاله اللي قبلها ارجع هات الحاله بص يا كابتن محمد بص ارجع هات الحاله اللي قبلها واول ما الكره تروح لعبد القادر يلا هي دي كمل لا لا احنا كده مكملين مكملين بص ايوه ماشي ماشي كمل بس بس وقف هنا وقف هنا ادي العدله دي الراجل لسه تحت يحط ده لا لا هيعدل هيعدل يحط البيرس تاو يعني لا 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 هيحط مثلا هنا التاو فاضي خالص فاضي خالص ما يقدرش يطلع الباص من رجليه دلوقتي ببطن رجله جون ما يقدرش يطلع الباص من رجليه لا ما انا بقول لك بقى هو لا بعد ما عدل الاولانيه زقها زق الكره قدام بص بقى بص هنا عملت ايه كمل كمل عملت كمل فريم كمان فريم كمان 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 بص بعد ما سندت الاولانيه اللعيب خلاص بقى وراك حاجه من الاثنين يا تشوط دلوقتي يا تشوط دلوقتي يا ما تستناش لما راجل يجي لك وتشوط طيب. كمل الوضع التشريح استاذنك بس خليك بس تحت رجله بص 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 ما يقدرش يطلعها من تحت رجليه في اول لقطه طب بص اللي بعديها بص اللي بعديها طب كمل هنا ما يقدرش يطلعها برضو لا كده يشوط لا ما بص اللي فاتت اللي فاتت اللي فاتت يشوط اه انما الاولاني ما دينا بقولها هو يشوط بص هنا بقى هو استنى شوط امتى وتو عمال بص بص على فكره وقبل ما نكمل وقف هنا حصل تاتش خفيف ما بين بيرسي تو وما بين عبد القادر النهارده بسبب كورتين دي اولها عبد القادر بيروح الكره مش شايف حد مش شايف حد اقول لك على حاجه لو تو مكانه هيعمل كده الفروت بطبعه طماع خلاص يبقى اخد يبقى اخد لا لا هو على فكره احنا كلنا مش مختلفين يعني اطمع في كورتك ده وضع طبيعي بس خد لازم بص انا معاك انا معاك ان ده ممكن يبقى اختيار مناسب لو اتحطت يبقى هو يجيب بالنسبه لا لا حتى لو هو عبد القادر انت من البدايه بس ممكن بص الكره لو انت خدت بالك من البدايه هي ما خدمتوش زي ما هو عايز انت عارف من اول مره لو هي بس اتسندت بقت قدامه وعنده زاويه ورؤيه التمرير ان هو يطلع البصمه رجليه او تطلع في الزاويه اللي هو محتاجها بص الله ينور عليك الله ينور بس عليك ده بس اللي زود فيه. زود كمان زود بقى ارجع بقى تاني على العدد الطبيعيه ومشي مشي لحد ما يعدلها تبقى مفتوحه بالنسبه له انه يشوط كمل 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 كمان كمان اهو كمان شوط هنا بقى كمان ايوه السند كان لازم كان لازم هنا يشوط بقى خلاص كان لازم يحط هنا لا الجون كله مفتوح كان لازم يحط هنا راح ساند تاني ولما سند راح مستني يشوط القرار امتى لما الراجل جه وقف قدامه عمل البلوك انت عارف هو وقف تحت رجليه عارف لو هقول لك على حاجه اصلها توقيته قرار هو توقيته قراره كان صح هي مشكلته كلها لو قرار. هي اتخدم الداس قدامه سنتي هي وقفت تحت رجليه على فكره السنده الاخيره ما كانتش الكره بقت ودليل ان الراجل حصل برجليه وعمل البلوك والراجل عمل بلوك عليه نجيب الحاله اللي بعدها اللي بعد. نجيب الحاله اللي بعدها يلا يلا الثانيه هما ثلاثه والجون يلا الحاله الثانيه على طول يلا ده هنا شريف لما كنا بنتكلم على دور شريف برضه محمد شريف بص عبد القادر راح عد واحد اهي اهي حط الباص ادي خدمتك اهي خدمته اهي اهي اتكعبلت برضه طب زقها زقها للراجل تاني نفس القرار الغلط تاني زقها هنا زقها القندوسي جون هو زقها القندوسي جون بالمناسبه هي نفس اللقطه بنفس الطريقه بنفس القرار لا ولو شات قبلها زي ما الكابتن عضوي بيقول ان هو لازم يطمع لو شات قبلها قبل ما يخش هو انت لا بتاخد القرار تصويب في الوقت الصحيح أيوة. ولا بتعمل التمرير في الوقت الصحيح عارف لو عمل الدبل باص كان تسهل من ده كله بالزبط. لو جبت اللقطه دي مع في واحده كمان دبل باص كان هو راح والجون بقى مرتاح صح هات تاني هات اللقطه تاني لا في لا في واحده كمان في في واحده كمان في لقطه ثالثه وبعدين الجون ده بكلمك في اللقطه دي وهو جاي اسهل حاجه كانت تتحط تعمل دبل باص ايوه دي الاسهل دي اسهل دي بكتير دي اسهل واحده بقى بيعمل ايه مش عارف يعني انا مش عارف هو يعني هو استلم وقف الكره حطها بشمال لا استلم ما هو استلم وبعدين رجع تاني ورينا الاستلام استلم هو استلم هو بعد ما استلم هي المشكله بعد ما استلم عمل ايه يلا اهي بص قفشه بص عظيم بالمناسبه لان كان شريف دخل في التسلل بص عظيم يلا بص هنا الوقفه ال- 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 التوقيفه طولت عليت هي كان ممكن يمتصها افضل من كده بكتير كانت هتبقى قدامه على الارض بدل ما هي قدامه عاليه كده كمل بقى كمل 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 فالاستلامه كان فيها مشكله حضنت عليه اكتر من اللازم فاضطر يحطها بشماله فالقرار طبعا ان هي طلعت بالشكل ده كان ممكن يقف عليها ويحطها لو وقف هينزل بتحت تاني بقى الهجمه فرصه لهجمه هو انا خلاص ما هي زنقت مش هعرف احطها
بس التصرف الوحيد اللي عمله وكان معاه في التوفيق بقى بالمناسبه الجول. كان تصرف الهدف الجول. انه راح ولقى معاه المساحه والزاويه وراح ولقى انه ممكن يعمل عمليه التصويب فخد القرار وحطها بشكل جيد بالمناسبه. هو الجول ما تمكنش حارس المرمى رضا السيد ما تمكنش انه يلحقها لكن هي محطوطه كويس يعني حتى لو كان شالها رضا السيد هو كان حاططها احمد عبد الله حاططها بشكل جيد. فانا شايف ان احمد عبد القادر عليه ان يستغل الفرص اللي بتتاح ليه ويستغل موهبته ومهارته بشكل افضل من كده. انا اسف سهل. انا مش عايز لا لان هي محطوطه سهله. لا خد بالك رضا السيد هو مش متوقع انه يحطها. لا لا سوري بس ارجع ارجع عطا من ورا. انا هلعب لك دلوقتي دور الكابتن طارق طارق سليمان. هتقول يا جماعه الزاويه اللي كانت من ورا كمل سهل على فكره كمل هات اللي بعدها بقى الاعاده اللي بعدها ده في مكانه هذه العاده اللي بعدها اللي من ورا اللي من ورا الجول اللي من ورا الجول في عاده من ورا الجول ده هو اصلا الراجل بعيد يعني مش واقف في النص انما انت لو عايز تتكلم في النص وحد في الشمال اقف بس انت رايح على اليمين ليه خالص كده بص الناحيه اللي على الشمال دي فاضيه ازاي خالص راح ناحيه اليمين فهو اتحط عشان عبال ما رجع لها ما لحقهاش يا هو اللي وداه ناحيه كريم في النص كريم هو تقريبا كده في النص يا كريم الكوره في نص الجون يا كريم هو تقريبا في النص وعامه بقى الكوره كمان قريبه كوره قريبه جدا يا جماعه بص هو في كل الاحوال مش بالقوه طيب احنا بنقول ايه بتاخد ايده وتخش بيها قرار قرار عبد الله كان انه كويس انه كويس انه الحارس عايز تقول الاجمل من ده هات هات اللقطه من بدايه الضغط وشوف تمركز عبد القادر فين وهات اللقطه اللي انا كلمتك فيها بتاع بيرستاو طبعا هنجيب التمركز المضبوط اللي اي هاف ان انا بضغط في اتجاه لازم الهاف العكسي ده يبقى قافل قلب الملعب وده اللي حصل تخيل لو عبد القادر فاتح كان هيستلم ويروح بالشكل ده مش هي دي هي دي اللقطه هي دي هي دي عبد القادر فين بدل ما في نص ملعبه ده التمركز المضبوط بتاعه صح هات التمركز بتاع بيرستاو اللي انت اتكلمت فيها في بدايه الجيم هتلاقي كانتاو فاتح على الخط انا بكلمك بقى تخيل لو بيرستاو ضغط من بدري على المساك ده والباص اتعمى كان قطع وراح جاب جون تمام ده اللي انا بتكلم فيه ده الاجمل انما الجون سهل لا الجون لا انا جون رضا السيد يعني هو ما كانش موافق فيه قرار بس على الاقل هو قراره صح ما تكلمش على التنفيذ لا قراره صح هنا خد قرار صحيح طبعا. حتى لو اتشال بس اقول لك حاجه لو الحارس صدها بسهوله تمام كنت هتقول طب ما اديتهاش للراجل الجناح وكنت ساعتها هتقول لي القرار كان غلط هو ما كانش بيشوط اصلا في كل الكوره اللي احنا جبناها ما كانش بيروح بيفضل ياخر قراره مره واثنين وثلاثه لحد ما بيعملش عمليه تصويب الكوره بتعملها بلوك من قبل القرار مشكله عبد القادر في لعيبه عندها مشاكل بمعنى حمدي فتحي طور من نفسه وبقى عنده استجابته عاليه مع المدير الفني عبد القادر حاطط نفسه في حته معينه لو اشتغل على دماغ الراجل وبدا يطور من نفسه عبد القادر هيروح في حته تانية اللي انت بتتكلم فيه هو ابتدى يشتغل عشان يكون برضه نديله نقطه ايجابيه كابتن عنده استعداد كل مباراه يسجل جون واثنين صح انه عنده القدره انه يعمل كده ندي لعبد القادر حته ايجابيه برضه مباراه الرجاء اشتغل مع مارسيل كولر على الوجبات الدفاعيه ما كانش بيعملها ابدا احمد عبد القادر شايل 3 كرات طبعا وفي مباراه بيراميدز بنفس الشكل شايل 3 كرات منين من داخل 18 نادي فهو ابتدى يشتغل على بعض النقاط لكن يمكن نقطه كان بيتكلم فيها كابتن محمد انه درجه تطور اللاعبين والاستجابه مش زي بعض فكان كريم فؤاد مثلا كان سوبر استجابه الراجل اشتغل معاه فتره اعداد بقى نجم الفرقه كريم فؤاد ربنا يشفيه قبل الاصابه حمدي فتحي سوبر استجابه مش كل الناس درجه استجابتها وتقبلها خاصه اللعيبه المهاريه بتبقى درجه استجابتها اقل شويه فانا بتمنى في الفتره دي الحساسه اللي الاهلي داخل على اهم مباراتين بالنسبه له في السيزون كله ان عبد القادر حل مهم حتى لو من على الدكه بس القرار يقعد مع نفسه والراجل قاعد معاه 100 مره يقعد تاني ينقل عبد القادر نفسه من مكان لمكان تاني خالص طيب كابتن عبد الله من الحاجات الملاحظه جدا بعد مباراه سان داونز الاهلي بيخسر 5 في 5 اهداف بيخشوا المرمى بتاع النادي الاهلي تحسن انا ما شفتوش في الاهلي بقالي فتره طويله جدا على المستوى الدفاعي هو مش تحسن وده الطبيعي ان ده الطبيعي من بدايه الموسم انا قلت لك الفرقه الوحيده الاكبر فرقه منظمه دفاعيا كانت نادي الاهلي في وجود الراجل ده وقلنا يا جماعه مش هنقيس ماتش 5 ده انها كارثه في استثنائيات ده حاله طبعا حاله مباراه فرقه طبعا. مش موفقه فرقه مش في حالتها دي حاله مباراه فما تحسبليش مجمل السيزون على مباراه واحده صح. انما لا انت تحسب لي المجمل السيزون على كم العدد الاهداف اللي بيخش فيه ده اللي تقدر تحاسبني عليه لا نادي الاهلي من اكتر الفرق منظمه في الحته الدفاعيه بشكل كبير جدا صح. مع الراجل ده اختلفوا تماما بيدافعوا بشكل كويس قوي صعب اختراق نادي الاهلي انما مش هنقف عند حته ماتش سان داونز طب ما سان داونز بره والنادي الاهلي بيلعب نهائي دلوقتي ايه المشكله انما هي حاله مباراه النادي الاهلي الدي اوف بتاعه كان يوم المباراه دي وسان داونز احسن في احسن حالتهم انما لا نادي الاهلي في الفتره الاخيره ومن بدايه الموسم مع الراجل بشكل يعني بشكل كبير هم من افضل الفرق دفاعيا في مصر عظيم الناحيه الثانيه
اتذكر وقت ما كان مارسيل كولر يشتكي من عدم النجاعه الهجوميه عند لاعبته. فاكر انا وقتها كان الاهلي بيصنع ما يقرب من 20 فرصه في المباراه عشان الراجل يوصل لمبتغاه انه الاهلي سجل هدف. طب انا عندي مشكله في انهاء الكور، طب انا اعمل 20 كوره. بقت عاده بقى في النادي الاهلي، بحس ان النادي الاهلي بيصنع الكثير من الكرات الهجوميه حتى مع تحسن الاداء التهديفي لمعظم اللاعبين. في تحسن عظيم في الاداء التهديفي خاصه وما بين قوسين، المسهم الاول في التحسن ده كان على الكهرباء. كان افضل لعيب في الوقت الاهلي كان بيعاني فيه بشده من ترجمه عدد الفرص الكتير جدا لاهداف. طيب وبيرسي تاو دي الفتره دي انا بقول اللي بدا وطلع الاهلي من الازمه كان كهرباء. صح. طيب الاهلي لازال بيصنع من كل حته، وبقت صناعه الاهلي بغزاره غير طبيعيه، سواء كان معاه الاستحواذ زي النهارده 71% او طالع ب 40% زي مباراه الترجي او مباراه الرجاء. بيصنع بشكل غزير، تضيع ما تضيعش هتجيب جوان، وده اللي وصل مارسيل كولر ليه الفرقه دلوقتي. احنا هنصنع كتير جدا لان انا عارف ناس ده كانت بتسال يا جماعه ده مارسيل كولر طلع قالها عيانا بيانا انا عايز مهاجم فالناس تشأمت وحسوا ان الموسم هيبقى سيء لان مارسيل كولر بيرمي تهمه بشكل ما على اداره النادي الاهلي. الراجل عالج الموضوع انه زود من صناعه الفرص وزود من طريقه صناعه الفرص وزود من اماكن صناعه. الاهلي يصنع من كل مكان حتى ولو كان القرار على حد وصفي في خبر كان. انا لسه شايف ان القرارات فيها مشاكل وشايف ان الانهاء فيه مشاكل، ومع ذلك الاهلي بيسجل الجونين وثلاثة واربعة في كل المباريات. الراجل كسبان 13 مباراة بثلاثية وكسبان اربع مباريات اكتر من ثلاثة، فانت بتتكلم على معدلات هجومية على الاقل افريج هدفين في كل مباريات مارسيل كولر من وقت تولي النادي الاهلي حتى الان، وده معدل جيد بالمناسبة اكتر من هدفين، وبتتكلم على شباك نظيفة في 22 مباراة بسبع أهداف، داخلين على ربع هدف في كل مباراة، من ربع التلت هدف في كل مباراة، يعني كل ثلاث مباريات أو أربع مباريات الأهلي بيخش فيه جون. وداخلين على 13 مباراة بكلين شيت. الأهلي بيحافظ دوري أفريقيا سوبر، بيلعب في أي حتة، محافظ على نظافة شباكه. تعال نشوف الفرص، شوف الأهلي النهاردة وجبناها في ماتش الترجي، الأهلي كان ممكن يكسب سبعة في ماتش الترجي، لا النهاردة ممكن يكسب سبعة وثمانية وتسعة رغم إنه كسب اتنين بس. تعال نشوف الفرص. يلا عشان نجهز الفرص يا جماعة، معانا الفرص الراجل. يلا أنا هجيب لك ده الفرص اللي في وجهة نظري كان الطبيعي أنها تنتهي بهدف. طبعا في جزء استعرضناه فمشيه على طول بتاع عبد القادر، دي تصويبة طبعا من حمدي فتحي كانت رايحة جون، تصدي جايب بالمناسبة من رضا السيد. اللي بعده الحالة اللي بعديها على طول، طيب دي الحالة اللي بعديها برضو نفس القصة، تحار باص من محمد شريف، تحرك قرار من أحمد عبد القادر، هيخش هيعدي ودي جبناها أهو اهو ده الدبل باص اهو ما عملش برضه ودخل وكمل، فرصه ضاعت. اللي بعده يلا على الكره اللي بعديها على طول، الكره اللي بعديها على طول، يلا الكره اللي بعديها. تحولات الاهلي يا كريم نموذج عبد القادر برضه، ثلاث كرات بالمناسبه ورا بعض على طول، يعني دول بترتيب المباراه ثلاث كرات متتاليين. اللي بعده الحاله اللي بعديها، في حاله بعديها على طول، واحده لقفشه برضه كان القرار فيها خاطئ نوعا ما، هترد دي بتاع بيرسي تاو. بيرسي ممكن يتصرف فيها بشكل جيد، كان محتاجه حساسيه زياده شويه عن كده علشان تسقط في المرمى. اللي بعديها خلي بالك كل الفرص انا جايبها لك دي الشوط الثاني بس. كمل قفشه كان عنده قرار عظيم بالباس هنا لمحمد هاني لقندوسي عفوا، ما اتعملتش. يلا اللي بعده الحاله اللي بعديها على طول، يلا هتتحط لورا السوليه في العارضه، واحده كمان، في واحده كمان لقندوسي، بعديها سقطت جوه السته لو معانا الحاله. ايوه اعتقد هي دي. كمل يلا اهي هتنزل، هيستلمها ويريح نفسه، حلو قوي لكن بيمينه شويه، كان ممكن تنزل تتحط بالعرض او ممكن كان يتصرف فيها، هي زاويه ضيقه وصعبه كان ممكن تشيل احسن من كده. انا ده اللي جايبه لك الشوط الثاني بس بكلمك على غزاره صناعه فرص بشكل غير طبيعي. صح. والاهلي ما سجلش من كل دول ولا واحد. طب نروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا الرائع ده مع الكباتن الكبار كابتن محمد عبد الله وكابتن محمد جمال. حلوه كابتن محمد جمال دي، يا سيدي تمشي بعد الفاصل نواصل، خليكم معانا. يا رب حضراتكم مره اخرى في مناقشه بين الكابتن محمد عبد الله وجيمي طول الفاصل على ايه بقى يا ترى؟ مش هقول لكم على ايه، بس هسال كابتن محمد عبد الله على حاجه ثانيه عشان فاضل لي دقيقتين بس اختم بيهم الفرصه وانت معايا. سوريو مدرب الزمالك رايك فيه؟ لا يصلح على طول كده؟ لا انت خلصت الدقيقتين والله يصلح. قايل لك دقيقتين مش نص ثانيه. لا يصلح والله. لا يصلح.
انت ليه لا يصلح؟ يعني انا طبعا لك كل احترام في رايك بس الكلمه بس ليه لا يصلح؟ انا اقول لك على حاجه في عجاله وممكن جمال يوافقني الراي كمان. انت راجل جاي بتلعب 3-4-3 على عيني وراسي. طيب ماشي 3-4-3 عايزه مواصفات لعيبه معينه. انا في الحاله الدفاعيه بالاخص عشان في عجاله انا كشكابالا وكزيزو الاثنين دول في الحاله الدفاعيه بيلعبوا باكين. طب شكابالا بالسن ده في الوقت ده يسمح انه هو في الحاله الدفاعيه يرجع يشتغل لي باك ليفت؟ في الحاله الدفاعيه زيزو اللي هو يعتبر من اهم مفاتيح اللعبه عندي هجومي يشتغل باك رايت. طيب الثلاثي بتاع خط الظهر المسلوسي على حاتم سكر على حسام عمي الثلاثه مش راكبين على بعض. لما كان الثلاثه دول شغالين بس كان في عمود تقيل قوي معاهم كان اسمه الونش وكانت في فوقان وكان في اثنين مبدعين في نص الملعب كان طارق حامد وكان فيه امام عاشور وعندك بن شرقي وعندك زيزو في احسن حالاته وكان سيف الجزيري في احسن حالاته صحيح. فالموضوع كان ماشي سهل انما انت جاي عايز تثبت حاجه او هو ممكن يكون عنده حاجه بس مش مع اللعيبه دي دلوقتي ومش في الوقت ده صحيح. كابتن محمد شرفت ونورت حبيبي ربنا يخليك كابتن كريم. ده اهم مثال تاني كنت هسأله لك قبل الفصل. اه ده اهم ده ارحمني جيمي نورت الدنيا بشكرك شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب على الف خير.